Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to the third session of the Directional Learning event, presented to us by Dr. Ahmed Zakariani. Before we begin, we would like to remind you that if you have any questions, you can drop them in the chat box below. And if you want to speak with an instructor, you can click in the raise hand button and we will unmute the microphone for you. And finally, we will send an attendance and feedback form in the chat box. Make sure to fill it. And now, good evening, Dr. Ahmed. You may start the session now. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, but the number is still 73. Yesterday was 92 or 98. نستنى شوية لما بقية المجموعة تيجي. Okay, Dr. Ahmed, وممكن بس ممكن لو في حد عنده أسئلة ممكن ناخدها عمال بقية الاتندنس ممكن يجي. Okay. الأول أنا بذكر بس مسلم. ما اعرفش من اني مكان مصري ولا خواجه ولا اجنبي. السلام عليكم استاذ السلام. أهلاً. احمد أهلاً. طبعا أهلاً. شكرا لك وشكرا لمجهودك الكبير جدا ومحاضراتك الرائعه استاذ بس عندي سؤال يعني بلا زحمه. طبعا هو سؤالي راح يكون على ويل كنترول. تمام عادي اسالك استاذ. تفضل استاذ. الاي سي دي الايكوفالنت سيركليتنج دنسيتي دنسيتي هي مو راح تكون اكبر من المد ويت صح ولا لا؟ مظبوط. زين استاذ السؤال شلون اثبت هذا الشيء يعني شلون اثبته رياضيا مثلا؟ الله يفتح عليك. هو انت بتختبرني ولا بتسالني؟ لا لا استاذ بالعكس والله اسالك بس انا لا لا عادي السؤال عادي يعني السؤال واجهته بالشركه انا ما عرفت اجاوبه كويس. لا لا ان شاء الله تجاوبه احسن طبعا. بص بقى انا هجاوبه لك بطريقه ما حد يعني ما سمعتهاش غير من العدل الله. يعني والله ما بتكبر بعلمي بالعكس بس انا سالت يوفك. انا نفسي ما كنتش اعرف المعلومه دي لفت لف كبير ما حدش فاهمها لي. انا هفهمها لك ببساطه وتتحدى بيها اي حد. لو ما حدش قالها لك بالطريقه هي ممكن انا اقول لك على المعادله ولا حد هيفهمها ولا انت هتفهمها. بس ايه اللي بيحصل؟ خلينا نحكيها كقصه كده حد فاهم بقى. دلوقتي وانت بتعمل سيركيليشن للمد هفترض ان انا اجيب اي صوره بس السيركيليتنج سيستم. ممكن دي شايف الصوره دي هندسه؟ شايف الصورة دي هندسة؟ نعم نعم استاذ واضحة. نعم استاذ تمام. دلوقتي انا هتخيل ان انا عندي البمبات اللي هي المط بامب بتاعتي بتضخ سائل الحفر او الدريلنج فلويد اللي انا بحضره سواء ووتر بيز او اويل بيز. هحضره في تنكات هنا على جنب اي تانك من التنكات على جنب. بعمل بوشنج للمط هنا في الدريل سترينج جوه الويل بتاعي تنزل وانا عمال احفر بتخيل ان ده دريلر او بيت كاتنج وبتاخد السامبل بتطلع فيها في الانيولس زي ما انت شايف السهم كده وطالعه تاني لغايه فوق على الفلو لاين اوت على الشلشكر. بياخد سامبل من المض اللي داخل ومن اللي خارج عشان يقيس لها البارامترز بتاعتها. فبيقيس ايه؟ المض ويت والفيسكوستي الان والاوت. الان بياخده من التانك اللي داخل اللي هو بيسموه السكشن تانك او الاكتيف تانك. وياخد سامبل من اللي اوت من الانيولوس من هنا اللي داخل على الشيل شيكر تانك او الريتيرن تانك. ويقعد يقارن ما بينهم. اكيد اللي خارج غير اللي داخل. اكيد في زيت وفي غاز وفي ميه بيغير لي الفيسكوستي بيغير لي الدينستي. جميل. انا وظيفتي ان انا انظف المض بتاعي بالسيرفيس اكويبمنت اللي موجوده على 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 التانكات اسمها الديساندر والديسلتر والمط كلينر عشان ينظفوها لي من الساند ومن السلت ومن المط من الغازات ومن كل حاجه بالديجازر والديسلتر وكل حاجه متعلقه بان المط بتاعي يبقى كلين. من الغازات يبقى ديجازر الساند الديساندر الديسلت اللي هو الديسلتر والمط كلينر يشيل الحبيبات لو الدينست بتاعت المط حسيت انها زادت نتيجه وجود كاتنج كتيره فيها يعني نواتج حفر كتيره فيها. ليه يعني ايه المشكله ان المض ينزل تاني تقيل؟ يعني المض لما يبقى تقيل يكسر الفورميشن يكسر الطبقه زي ما انت شايف كده يعمل بريك للفورميشن. هو ده الفراكشر بريشر اللي عنده بتتكسر الطبقه.
هل انت عايز تكسر الطبقه؟ لا مش عايز تكسر الطبقه. فلازم انا اتابع المض اللي داخل واللي طالع عن طريق ما يسمى الاي سي دي. بس في ملحوظه هنا، انا وانا نازل بالمض، المض بيعمل احتكاك بجدار البير، اول بجدار المواسير من جوه. والمض بيعمل احتكاك مع نفسه، هو كليكويد فيس والسوليد فيس هي دي الفيسكوستي. الفيسكوستي هي الفريكشن ما بين السوليد فيس بتاع المض والليكويد فيس. يعني السائل اللي هو عباره عن ووتر بيز او ميه مالحه او ميه عذبه او وات ايفر، والسوليدز اللي انت ضايفها للمض، البنتونايت والكوستيك صودا والصودا اش، كل الكيميكالز اللازمه لعمل المض بتاعي او الدريلنج فلويد. طب ما في مشكله هنا ان في احتكاك ما بين المض وهو نفسه وما بين المض والدريل سترنج من جوه، واول ما بيطلع من النوزل بتاعت الدقاق بيلاقي فيه مكان واسع مره واحده وهو جاي من مكان ضيق اللي هي النوزل، فبيفقد 65% من الباور بتاعته في الحته دي حوالين الدقاق. هل دي مقصوده؟ ايوه، عشان تعمل كليننج للولم الحته دي. الاي سي دي بقى هي قيمه الوزن المضي المكافئه، علشان في الاخر المض بتاعي هو خارج من الول برضه بيعمل احتكاك مع الطبقات المختلفه، فبيطلع فوق مجهد جدا ما بيقدرش حتى يمشي، ما بيوصلليش حاجه فوق. ممكن يوصل لك ال 2000 بي اس اي اللي انت ضخخ بيهم، يوصل لك منهم نصهم 1000 بي اس اي. طب وال 1000 الثاني اعوضه ازاي؟ الاي سي دي هي قيمه الوزن المضي المكافئ اللي ممكن يعوض لي القيمه دي، يبقى هو عباره عن الاوريجينال مض ويت بلس المض ويت اللي انا فقدته، يديني وات از كولد الاي سي دي ايكويفالنت سيركيوليتنج دينستي، هي وزن المض المكافئ اللي ممكن يعوض لي عن المض اللي انا فقدته نتيجه الفريكشن او عن نتيجه ما يسمى البريشر دروب. دي بتتشرح في حته اسمها المض هيدروليكس. يعني ايه مض هيدروليكس؟ شكل المض، البيهيفيور بتاعه، هو المض عامل كده ليه؟ ماشي لامينر، ماشي تيربلانت بيلف حوالين نفسه، الفيسكوستي بتاعته عامله ازاي؟ الاي سي دي عامله ازاي؟ او الاي اس دي عامله ازاي؟ هو ايه ده؟ هو في حاجه اسمها الاي سي دي وفي حاجه اسمها الاي سي دي؟ اه طبعا. الاي سي دي هي الايكويفالنت سيركيليتنج دينستي، هي قيمه الوزن المضي المكافئ حوالين البت في الغالب، حوالين الدقائق من تحت من هنا، اللي انا بعوض القيمه بتاعتها علشان في الاخر اقدر ازق الكاتنج وتطلع لي لفوق ببريشر معين. تتحسب بالمعادله اللي انا قلت لك عليها. ايكوال الاوريجينال مض ويت بلس المض اللي انا فقدته نتيجه البريشر دروب. فبيروح عامل ايه هو؟ بيروح مزود البمبات شويه والجالون بير مينت شويه عشان يديني ستروك اكبر، يديني بريشر اعلى، يقدر يعوض. لو انت شغال ب 2000 بي اس اي ما تزودهم يا عم 500 بي اس اي. ليه؟ عشان اعوض المض هي دي الاي سي دي. اما الاي اس دي لما توقف بمباتك وتوقف سيركيوليشن، المض بينزل ويطلع، لا ما بينزلش ويطلع، واقف في مكانه، هي قيمه اللي يسموها الاستاتيك بقى. ديورنج وات؟ ديورنج ستاتيك، يعني ديورنج ستوب سيركيوليشن، مفيش اي سركله، مفيش اي مض داخل ولا طالع، واقف مكانه. ولكن الاي سي دي ديورنج سيركيوليشن اوف مض، ديورنج بامبنج اوف مض، اقدر اقيس الدنسيتي بتاعتها واعوضها بقيمه مكافئه. هي دي الاي سي دي ببساطه شديده جدا. ارجو واتمنى انك تكون فهمت اللي انا عايز اقوله. شكرا جزيلا استاذ، شكرا جزيلا انك تعبتك. يعني هي المد ويت زائد الانيولار بريشر لوسز. برافو عليك، برافو عليك، هي دي المعادله. فبالتالي هي راح تكون يعني قيمتها اكبر، يعني مور ذان. برافو عليك، هي تمام. شكرا جزيلا. اللي انا عوضها علشان فوق الاقي عندي سيركيوليشن والاقي عندي في راجع، والا كل الراجع هيقف مكانه مش قادر يطلع نتيجه الفريكشن اللي حصل بين المض ونفسه از ليكويد فيس وسوليد فيس، وما بين المض واني اذر سيستم. هو ايه الاذر سيستم؟ ما اول ما بيدخل يا عم بيطلع من البمبات على الدريل سترينج، وبعدين ينزل من النوزل تحت الدقاق، يفقد هنا 100 بي اس اي، يفقد هنا 200، يفقد هنا 500 حوالين الدقاق، يطلع يحصل في فريكشن ما بينه وبين الهول. انا بقى عايز اعوضه بالقيمه. برافو عليك، انت لخصت لي اللي انا عايز اقوله كله. برافو عليك، انت الاخ العراقي صح؟ نعم استاذ، انا عراقي. الله يفتح عليك، انا اموت في العراق يعني، عشان انا اشتغلت فتره على حدود العراق وفي الكويت يعني، وعلى حدود العراق كده كنا احنا يعني، مش عايز اقول بقى كنا يعني بنعمل حاجه غلط يعني. بس انا ما رضيتش والله العظيم اشترك فيها الدايركشن دريلنج. يا جماعه في ناس بتجيب حاجه من تحت حد تاني يعني، عارفين ازاي؟ فطبعا احنا نعم استاذ والله، بس انا ممكن نكشفها ممكن نكشفها بالانترفيرنس تيست. صدقني ما رضيتش اشترك في المهزله دي، والشركه بتاعتي شبه قعدتني في البيت بسبب الحاجه اللي حصلت دي. يعني الحمد لله رب العالمين، برضو الحته بتاعتي. شكرا جزيلا، هاي من اخلاقك استاذ.
الحمد استاذ لله كلكم تمام. نحبكم طبعا، انت استاذ الله محمود يفتح عليك، القنطاوي والاستاذ مصطفى الله عرابي، الله يوفقكم الله جميعا. يفتح عليك. طبعا الاستاذ عرابي في الجامعه الامريكيه، والدكتور محمود طنطاوي كان معايا في واستاذ البريطانيه، احمد وهو القرحي، استاذ طبعا احمد طبعا. القرحي ما انساه، كلكم فطاحل، يا اهلا بيك، يا اهلا بيك يا باشمهندس. الله يوفقكم، شكرا انا هجيب جزيلا لك فيلم استاذ. عراقي هديه، وهبعته لكم عن الهورزونتال درينج اللي احنا هنشرحه دلوقتي حالا. هديه ده معمول عندكم في شركه نفط العراق، حاجه يعني بتعلمك الهورزونتال درينج من غير ما انا اتكلم يعني. شكرا كويس، جزيلا استاذ، شكرا جزيلا، العفو يا باشمهندس، العفو، تحت امر معالي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا. we will start our session today it's dealing with horizontal drilling. زي ما انا قلت قبل كده، الكورس ده يا جماعه والله لشركه ادنوك، بديه لكم هديه علشان انتوا تبقوا فاميليار معايا باللي بيحصل في الاويل اندستري. طيب we will start our session again it's dealing with horizontal drilling. So this course was provided before for ADNOC several time and for KOC. So we will start it today we speak about the horizontal drilling. هنتكلم النهارده عن الحفر بالطريقه الهورزونتال اللي هو ايه، والمالتي لاترال اللي هو اصعب حاجه ممكن تعملها في حياتك، وهي ان المواسير الحفر تبقى نايمه على البوتوم. يعني ايه الكلام ده؟ هوريك دلوقتي، هعرفك ايه الحفر المايل وايه الهورزونتال دريلنج. زي ما انت شايف كده ده بير فيرتيكال ما فيهوش اي مشكله، ولكن كل ما المواسير يحصل لها باكلينج وكل ما الزاويه تزيد معاك لغايه ما تصل 90 ديجري، حسب الغرض من الحفر وحسب انت عايز تعمل كده ليه، لان ده يعتبر نون كونفشنال ريزرفوار. في ناس بتعتبره كونفشنال، انا بعتبره من الحاجات النون كونفشنال او الان كونفشنال ريزرفوار. يبقى الهورزونتال دريلنج تعريفه ايه؟ زي ما انت شايف كده في حاجه اسمها الويل بروفايل، يا اما اس شيب يا اما جي شيب زي ده، وشرحنا الكلام ده كله، يا اما هورزونتال. المفروض انا اعمل حاجه اسمها بلاننج. لازم اي مهندس منكم او اي حد في الاس بي اي او حد ستودنت لازم يفكر بالطريقه دي، حاجه اسمها اوت اوف بوكس. لما انت تعمل بلاننج لنفسك، بتخطط لنفسك، بتقول انا هاجي الصبح مثلا، احنا بالليل دلوقتي، انا خلاص هروح اكل لقمه، هاجي افتح الكمبيوتر، ده كله تخطيط بتحطوه في بالك. انا بصراحه بكتب كل حاجه في ورقه، يعني انا زي ما انتم شايفين كده، انا والله العظيم كاتب من امبارح كل اللي انا عايز اقوله في ورقه زي دي عشان اقدر اجمع. انا طبعا ضغوط الحياه كتيره جدا، وده نصيحه ليكم يعني. فعلشان كده في حاجه اسمها بلاننج، بلاننج فور دايركشنال ويل، هي ديفرنت عن الفيرتيكال بلاننج. الابار الثانيه يقول لك بيعمل بلاننج للبير، ان انا اشوف المنطقه واللونج ولاد بتاعتها واحدد مكان البير. كل اللي انا بقوله ده عناوين توبكس، مكان البير واللونج ولاد بتاع البير والبيست لوكيشن فور دريلنج، واجيب الريج سيلكشن اوف ريج وريج سيلكشن اوف شور ولا اون شور، والدبس بتاعها قد ايه، وبعد كده اذا كانت اوف شور يبقى الدبس بتاع الوتر قد ايه، واذا كنت بتكلم على كيسنج ديزاين والويل بروفايل يبقى الهول قد ايه والكيسنج قد ايه والسيمنت قد ايه، وابتدي اتكلم على كل والمد ديزاين سيمنت ديزاين والكومبليشن ديزاين. ده من ناحيه الفيرتيكال ويل. هنا معلش بالاضافه الى الحاجات اللي انا قلتها زي الاخت اللي كانت بتسالني في الام دبليو دي والال دبليو دي بلس الام دبليو دي، انا بقول في الال دبليو دي بتاخد الحاجات بتاعت الام دبليو دي بتزود عليها اللوجنج ويل دريلنج اللي هي الفورميشن، هنا بزود عليها بعض الحاجات اللي هي ايه، الاكويبمنت اللي انت بتتنيها الثانيه الكبيره دي، وشكل الهول وشكل البروفايل بتاعك. يعني انا لو مسكت البروفايل بتاع البير ده بيسميه السيرفيس كوردينتس، المكان اللي عليه الرج، المكان ده من 30 حط 332 متر، حط الكيسنج اللي هي 13 انش، وبعدها نزل كيسنج ثانيه 20 انش عند دبس اعمق شويه، ابتدى ينزل لغايه 13 و3 اتمان عند الدبس ده، ابتدى لو هو حفر لغايه الدبس ده حط كيسنج 958. ازاي هنتكلم وما تقلقش من هنحط ازاي كيسنج على الهاي دبس زي ما الاخ كان بيسالني امبارح، وبعدين لغايه ممكن تسيبها اوبن هول. دي بيسميها الويل تراجكتوري، والهول سايزز قد ايه الهول بتتناسب مع الدايمتر بتاع الكيسنج. يعني لو انت بتحفر 36 انش هول حط جواها 30 انش كيسنج، لو انت بتحفر 27 انش هول حط جواها الكيسنج عشان الكيسنج تبقى اقل طبعا من الدايمتر بتاع الهول. وانت هنا بتتكلم على 13 3 8 المفروض كانت الهول 17 ونص انش، المفروض ان 9 و5 8 كيسنج كانت الهول قبلها عشان انزل فيها حوالي 12 وربع انش هول، وبالتالي 7 انش كانت 8 ونص انش هول، وهكذا. الكلام اللي انا قلته ده ستاندر، يعني كل ما بتحفر هول تحط جواها كيسنج قد ايه اقل عدد الدايمتر علشان تحط الكيسنج، تحط الاسمنت ما بين الكيسنج ورا الجزء ده. هنا البلاننج مختلف شويه والويل بروفايل مختلف. محتاج مني ايه؟ محتاج مني معلومات عن الجيولوجيا. ليه معاليك؟ ايوه الطبقات دي عباره عن ايه؟ ده اهي
الطبقه دي شيل، الطبقه دي ساند، سمكها قد ايه، شكل الريزرفوار، شكل التراب، الاستراكشر بتاعتي، انتي كلاين سينك لاين، فيها هل فيها فولت، هل فيها ما فيهاش فولت، يبقى لازم معلومات عن الجيولوجيا. متفقين؟ متفقين. الحفر ده اساسا عشان البرودكشن، يبقى لازم في معلومات تانية عن بير سابق فيرتيكال او هوريزونتال او دايركشنال، اخد منه ريزرفوار الروك والفلويد بروبرتيز، هتبقى كاني كشاف كده بتنوره في الضلمه. To spot some lights on reservoir characterization, you must mention something about the previous wells اللي هي بيسميها البري ويلز، اللي هي بري دريلد ويلز او الابار اللي اتحفرت في المنطقه، عشان اقدر اعمل مقارنه ما بينها وتبقى تديني ضوء على اللي انا اعمله. كويس. البرودكشن، هو انا هنتج من البير ده قد ايه؟ هل ده انت عندك شورت ريديوس ولا ميديوم ريديوس ولا لونج ريديوس؟ زي ما هنشوف دلوقتي يعني ايه شورت ريديوس وميديوم ريديوس ولونج ريديوس. زي الشكل اللي انت شايفه ده ممكن يبقى شورت ريديوس، ده ممكن يبقى ميديوم ريديوس او لونج ريديوس. شورت ريديوس يعني ايه؟ يعني الريديوس ده او نص القطر ده صغير، وعند المسافه اللي انا هنتج منها دي صغيره، وده بيتحفر، ما بقاش يتحفر كتير في العالم لان ما بقاش يغطي التكلفه بتاعته. اما الابار الميديوم واللونج ريديوس دي هي الابار اللي بتتحفر ان المسافه اللي بيمشيها افقي دي مسافه كبيره واتراكتيف للبرودكشن، يبقى انا لازم في معلومات عن البرودكشن على طول. معلومات عن الدريلنج، وانا هحفر بايه، والكيسنج شكله ايه، والبت ده نوعه ايه، والدريل سترنج شكلها ايه، وهل انت هتنزل بدايركشن الاسمبلي ولا لا، والدريلنج فلويد، كل دي معلومات عن الدريلنج لازم تكون عندك while you are planning for such well. يبقى لازم في معلومات مختلفه. طب ما انت هناك كنت بتقول لي جيولوجيا برضو وخزانات، لا لا، انت ممكن يبقى بير اكسبلوراتوري مش محتاج ان انا اعرف انتاجه قد ايه ولا ريزرفوار قد ايه، والدريلنج بيخبط البير زي البير اللي قبله وخلاص. هنا بقى سيرتين كير يو شود كيبت ان يور مايند وين يو ار دريلينج ساتش ويل، اللي هي الابار الديفييتد والهاي ديفييتد انجل ويلز، من ناحيه معلومات عن الجيولوجيا، معلومات عن والاستراكشر جيولوجي بالذات، معلومات عن الريزرفوار انجينيرنج، معلومات عن الانتاج اللي هو اقصد بيها الروك والفلويد، معلومات عن الانتاج هتنتج كام برميل في اليوم، الدريلينج ماشي عامل ازاي، هل انت هتحفر شورت ولا ميديوم ولا لونج ريديوس، شكل البروفايل، الكومبليشن اللي هو هيبقى تبع الدريلينج. انا يعني سالت سؤال لواحد بقول له هو البير بيتعمل له ديزاين من فوق لتحت، يعني بعرف معلومات عن الجيولوجيا ولا معلومات عن الايه الاول؟ قال لي المعلومات عن الجيولوجيا بتبقى معروفه من ابار اذا ما كانش البير اكسبلوراتوري، والبير بيتصمم من تحت لفوق، بشوف انا الكومبليشن اكويبمنت اللي بناء عليها الدريلنج اكويبمنت قبلها قد ايه، اللي بناء عليها هنزل جواها كيسنج وسايز قد ايه، اللي بناء عليها هعرف هنتج كام، يبقى بيتعمل من انتاجك عايزه يبقى كام عشان احط الكومبليشن عامله ازاي، عشان قبلها الدريلنج عامل ازاي من تحت لفوق. خصوصا في الابار الديفلوبمنت ويل لازم ابقى عارف المعلومات دي، معلومات عن الكومبليشن. الكومبليشن يعني ايه؟ اللي هي تو كومبليت ذا ويل فور برودكشن من اول الكيسنج والاسمنت، وهتعمل ايه باكرز ولا هتعمل ايه؟ كويس. طيب ما هي الكومبليشن ده هيتحط جوه مواسير اللي هي الكيسنج، فلازم ابقى عارف معلومات عن الكيسنج. طيب وماله؟ طب ما هو قبل ما اعمل الكيسنج لازم يبقى عندي معلومات عن الاسمنت اللي انا هحطه، وعن الدريل سترنج هتنزل جوه الكيسنج دي قد ايه. يبقى من الكومبليشن، من البرودكشن، من الدريلنج ببتدي، وبعدين المعلومات عن الجيولوجيا ابتدي اصمم البير من تحت لفوق. طيب ماشي. سيلكشن ذا سيرفيس لوكيشن، لازم احدد السيرفيس لوكيشن اللي هو اللي انت واقف عليه، اللي هي النقطه دي بيسموها السيرفيس لوكيشن. وبعدين ناتشرال دريفت ان ديبر ويلز، الدريفت يقصد بيها المسافه اللي بيمشيها دي، بيسموها الهورزونتال ديسبليسمنت، يعني بعد ما بتعمل خط عمودي المكان اللي انت واقف عليه من النورث، بشوف هو مشي قد ايه لغايه التارجت، من هنا لغايه التارجت، انا واقف فين يا جماعه على البريمه هنا ونازل على اللوكيشن بتاعي دي، بيسميها بلان فيو او توب فيو، توب فيو، يعني من فوق باصص عليها على البير بتاعي، كان واحد واقف هنا وباصص على البير، كان البير مخروم قدامك كده وانت شايفه او مفتوح وانت شايفه كده، ده التارجت يعني الريزرفوار، ده مين؟ ده النورث يبقى تحته الساوث، ده مين؟ ده الايست يبقى هناك الناحيه الثانيه الويست، وبالتالي اقدر اعمل حاجه اسمها البلوت للتراجكتوري بتاعه. بريفيوس ويل نولج and identify practical problematic areas، لازم ابقى عارف معلومات تبقى جايد لاين ليا او جايد لاينز علشان اتحاشى المشاكل البروبلماتيك اريا اللي حصلت. ستاك بايب، في سيت، مشاكل في الواير لاين مش راضي ينزل عند 30 40 درجه، مشاكل في المط بتاعي، ستاك وات ايفر، اللوس اوف سيركيوليشن، كل المشاكل لازم ابقى معرفها عشان اتحاشاها في البير اللي انا هحفره. ده كلام جميل، كل ده في البلان بتاعتي وانا بعمل البير، بالاضافه للحاجات دي الى الحاجات دي اللي هي الدريفت واللوكيشن بتاع السيرفيس والتارجت لوكيشن والكلام ده كله.
طبعا الكيسنج والهول سايز والدريلنج فلويد والريكويرمنت زي اي بير عادي برضو لازم تبقى في حساباتك. الانكلينيشن هي الزاويه زي ما بنقول ما بين الفيرتيكال، والازيمث هي الهول دايركشن بالنسبه للنقطه. يبقى الانكلينيشن هي الزاويه اللي بيعملها البير مع الفيرتيكال، وانما الهول دايركشن او الازيمث هو بالنسبه للنورث انت عامل زاويه كام؟ عامل زاويه كام؟ لان هو الزاويه برضو من 0 ل 360 درجه بالديجري، من 0 ل 360 درجه كلوك وايز. جميل. يوز دريل سترينج تو تشوز ذا بروفايل. انت لو عندك شورت ريديوس ده هل هينفع استخدم الاكويبمنت العاديه بتاعت دي زي ما الاخ سال امبارح وانت بتنزل الكيسنج ازاي؟ ده كان من باب اولى نسال نقول المواسير بتاعت الحفر دي بتنزل ازاي اساسا قبل الكيسنج. المواسير الحفر ديت لو انا بعمل شورت ريديوس هنشوف نوع المواسير، مواسير كده فايبر بلاستيك كده بتبقى لها الاستيستي عاليه، ومع اللونج رن ممكن تاخد لي شكل الديفيشن اللي انا بعمله زي بالظبط، بتبقى الاستيك مع اللونج رن زي الماسوره دي بالظبط، سواء شورت او ميديوم او لونج ريديوس. طيب الكلام ده جميل، امال ايه الحته الثانيه دي؟ ده تول اكشوال داتا شود بي منشند او مونيتورد ان ذا فيلد. لازم اتابع الكلام ده في الفيلد عشان حته الباكلينج اللي ممكن تعملها والانحناء العالي دي. لو انت شايف هنا ده الستارت اوف ذا ران، دي الكيك اوف بوينت الاخ كان بيسال عليها، نفس الاخ العراقي المحترم اللي بيسال على اسئله جميله قوي، بيقول لي الكاتنج هتتجمع هنا. طب مظبوط، هنشوف الهول كليننج والمشاكل اللي ممكن تقابلني واتغلب عليها ازاي. نزلت حفرت وبعدين من هنا ده بيسموه الاند اوف بيلد او كريتيكال ريجون، هي المنطقه اللي بيقعد يبني الزاويه فيها. لو انا تخيلت ان خط فيرتيكال هنا يا جماعه الزاويه كانت هنا 0 بقت 10 بقت 20 بقت 30 بقت 90 درجه، وبالتالي الكريتيكال بوينت دي هي المنطقه اللي بيبني فيها. بعد ما بتوصل للتارجت ده المنطقه برضو انا بسميها كريتيكال. ليه؟ لان كل المواسير الحفر عندك لي داون على البطن، بتسقط على البطن، ودي مشكله كبيره جدا هنتكلم عنها حالا دلوقتي، وازاي نتغلب على المشكله دي باستخدام استابلايزرات، وان انا ادور المواسير اعمل ار بي ام علشان المواسير ما تنزلش مني على البطن وتجمع لي الكاتنج في المكان ده. ده الديزاير لينث اوف ذا بيت اللي هو الران، الدقاق بيمشي كده، وبالتالي ده الاند اوف ران. ده انا وصلت للاند اوف ران، يبقى هنا الستارت اوف ذا بيلد كيك اوف بوينت، بمشي هنا وبعدين دي الكريتيكال ريجون هنا وهنا، وده بيسموها الديزاير لينس اوف بيت او بيسميها الهورزونتال ديسبيسمنت، المسافه اللي احنا مشيناها هورزونتال. ده كلام جميل. طيب في ايه تاني؟ ده برضو لسه انترودكشن عن الهورزونتال، لسه ما تقلقش الكلام ده مشروح بعد كده. الكومبليشن اكويبمنت لازم يبقى عندي فكره عنه، اللي هو هاو تو كومبليت ذا ويل. لما الاخ سالني امبارح وقال لي الابارد بينزل فيها سكيسنج ازاي؟ من اول ما تنزل الكيسنج وبعدين الاسمنت وبعدين تخرم، ده كومبليشن تو كومبليت ذا ويل فور برودكشن. هي دي قصه الكومبليشن، ان انا اجهز البير بتاعي بعد الحفر وبعد الاستكشاف للانتاج، لان اي بير في الدنيا بيمر بثلاث مراحل، استكشاف وعرفناه السايزمنت وفي الاشور والانشور، دريلنج وعرفناه وخدنا فكره كويسه جدا عن الدايركشن والام دبليو دي والال دبليو دي في اليومين اللي فاتوا. النهارده بنتكلم على الهورزونتال دريلنج والكومبليشن بتاعه اللي هو المرحله الفيز ما بين الانتاج وما بين الحفر، اللي هي بتوين دريلنج اند برودكشن، اللي بيسميها كومبليشن، اللي هي البكر والبمبات والحاجات دي كلها. بعد كده البير لما بينتجش بضطر اعمل له اي او ار او انهانسد اور ريكفري، انجكت ووتر، انجكت ستيم، انجكت كيميكالز عشان البير يبتدي يفوق ويعمل لي تاني ويفوق ويرجع لللايف بتاعته تاني، للبريشر بتاعه تاني. ويل بور بوزيشنج ريكويرمنت فور فيوتشر درينج برودكشن بلانز او بلانز، اللي هي التخطيط لحفر ابار ثانيه زي ما هنشوف. لو انا لقينا البير ده منتج انا ممكن اشعب منه اكثر من فرع زي المالتي لاترال ويلز زي ما هنشوف حالا دلوقتي. داون هول تمبرشر اند بريشر كومبيرد فور ذا تول ليميتيشن. طبعا انا عندي التول طول لما بنزل تحت التول الحراره بتزيد والبريشر بيزيد. البريشر بيزيد بقد ايه؟ حوالي 0.25 بي ساي بير فوت. طب التمبريتشر بتزيد قد ايه؟ 1.2 ديجري بير 100 فوت اور 30 متر. طب انا اعمل ايه؟ لازم التول بتاعتك تبقى ادابتد لدرجات الحراره عشان والضغط العالي ده عشان اقدر احفر، ودي بيحط في الاجزاء دي لان هنا بيبقى ترك عالي جدا وانت بتعمل في البيلد ريت مع المعلومات الاوليه عن الجيولوجيا وعن الحاجات دي كلها. يبقى بص السلايد دي جميله جدا، بتتكلم عن الجيولوجي، بتتكلم عن الريزرفوار، عن البرودكشن، عن الدريلنج، عن الكومبليشن. انا ممكن الخص لك الويل بلاننج فور هورزونتال ويل تو بي ستاندرد او تو بي ايديال، يو شود باس ثرو ذا جيولوجي اوف ذا اريا اند ذا ويل
reservoir engineering rock fluid properties from the previous بحفر البير ده. البرودكشن يعني الانتاج بتاعي هيكون كام وبالتالي هعمل بلان ليا. الكومبليشن اكويبمنت يقصد بيها البكر والبمبات والكيسنج والسيمنت كل حاجه. وبعد كده لازم ابقى عامل خطه لنفسي عشان اقدر احفر القصه دي. طيب نرجع لموضوعنا تاني. زي ما انت شايف كده البروفايل بتاعي اللي هو بيسموه الويل تراجكتوري ده له ثلاث اسماء: ويل باث ويل تراجكتوري ويل بروفايل. الثلاثه حاجه واحده. هو المفروض تبقى انت عارف مكان الفولتات ومعارف مكان هاو ذا ثيكنس اوف ذا زون اللي هي بيسموها الثيكنس بتاع الفورميشن بتاع التوب والبوتوم بتاعي زي ما انت شايف، وكمان اللاندنج كيسنج، كيسنج هتنزل ازاي، وكمان الكونفيدنس ان ذا توب اوف ذا زون اللي هي بيسموها الويل بروفايل داتا اللي المفروض تبقى معايا عشان ابقى عامل تخطيط لنفسي من ناحيه البير والحفر بتاعه والكيسنج والفورميشن توب والبوتوم والفولتات اللي ممكن تقابلني. واذا كنت انت فعلا على التوب بتاع الزوم بتاعك ومقرب منه زي البير ده او بعيد عنه زي ما في ابار تاني. الحته دي في منتهى الاهميه اللي هي بنسميها النومن كليتشرز بتاعه الويل بروفايل. وحدي لكم هنت صغير عن التراجكتوري ده بيرتسم ازاي بالسوفت وير. كنا بنرسبه بالمنقله يا جماعه، بنيجي البير ونقول احنا هنحفر بير عمودي لغايه الدبس مثلا 1000 متر. وبعدين اسحب المواسير بتاعتي، انا بشرح قصه الويل بروفايل ازاي بيرتسم في السوفت وير. واروح جايب الكيك اوف بوينت النقطه بحددها من الجيولوجي او من حتى من الريزرفوار انجينير واقول له انت عايز تعملها عند دبس كام؟ از ديب از بوسيبل فور ذا كيك اوف بوينت. يعني حاول تعملها ديب. ليه؟ ات ذا ستارت اوف ذا ويل تو بي ديفييت ذا بروبلم started. هول كليننج، التورك، الدراج، الكيسيت، المشاكل اللي هنتكلم عنها دلوقتي. طول ما انت ماشي فيرتيكال المشاكل قليله. اول ما معاليك تاخد البير وتعمل له نقطه انحناء كل سنه وانت طيب هتلاقي في حاجه لابسك في وشك. ايه بقى؟ تورك. التورك العالي نتيجه الريزيستنس. المواسير كلها بيحصل لها باكلينج. المواسير دي التندنسي بتعمل لها يعني بتحفر لها على البوتوم بتاع الدقاق، على البوتوم بتاع الهول من تحت. الهول كليننج، الستاك بايب، مشاكل كبيره جدا. فانا كل ما اخلي الكيك اوف بوينت ديب كل ما كنت البير بتاعك ناجح. بس لازم تعمل بلان ان انت تو كاتش ذا تارجت. ان انا افرح قوي انها تبقى ديب ومش قادر ابني زاويه عاليه قوي تعمل مني ستاك بايب. لا، انا لازم برضو ابقى عامل البلان لنفسي في البلاننج اللي هو البيلد ريت هعمله قد ايه. البيلد ريت يعني ايه؟ يعني المكان اللي انت عمال تبني فيه الزاويه ماشي بمعدل زاويه قد ايه؟ يبقى البيلد ريت هاو ميني انجل بير 100 فوت. الدروب ريت هاو ميني انجل فور دروبنج ذا انجل اور تجريز ديكريز ذا انجل بير 100 فوت او 30 متر. تاني يا جماعه البيلد ريت هو ايه؟ هو معدل البناء. ابني زاويه بمعدل كام؟ انكريز للانجل من 0 لغايه 90 مثلا. مش شرط انها تبقى 90 يعني. ممكن تبقى 30. الدروب للانجل من اسمها كده زي ما يكون ماسك طوب في بيت وعمال تهده. ليه؟ عشان تعمل ديكريز للهايت. ليه هنا بنعمل ديكريز للانجل؟ زي ايه؟ زي الاس شيب. ابقى ماشي بيلد كده وامشي هولد وبعدين انزل بالزاويه ابص الاقي البير بتاعي لو هنا فيرتيكال البير ده عمال يقع مني عشان ينزل يعمل دروب للانجل وبالتالي ديكريز اور انكريز اللي هو بيسموه البيلد ريت والدروب ريت. حلو جميل. امال ايه القصه دي؟ ده الميجر ديبس اللي احنا عرفناه في الاول اللي هو عباره الونج ذا ويل هيد لغايه ما توصل للتارجت اللي بيحتوي على زاويه لان ده عباره عن كوزاين الانجل دي. امال ايه ترو فيرتيكال ديبس؟ الونج من الكيك اوف بوينت تعمل بروجكشن او لو انت ماشي خط عمود لغايه ما تنزل على البطن. جميل. امال ايه الانجل اللي عمال يرسمها دي؟ دي بيسموها الراديوس الار نص القطر بتاعي. امال من هنا لهنا قد ايه؟ الزاويه 1 بتساوي الزاويه 3 تساوي الزاويه 2. دي بيسميها الانجل. دي بيسميها البيلد انجل او الزاويه اللي بيبنيها. الديسبيسمنت عباره عن ايه؟ المسافه اللي انت مشيتها لغايه ما توصل للتارجت لغايه الترو فيرتيكال ديبس اللي انت عامل لها بروجكشن. دي بيسميها الهوريزونتال ديسبيسمنت. والله لو انت فهمت مني الكلمتين البساط دول اللي احنا بكوزاين وساين وسيتا ومش عارف كوزاي وكوتانش وتانش ما تتعبش نفسك. السوفت وير بيقوم القصه الخايبه دي. ما تحفظش بقى اللي احنا كنا بناخدها في الثانوي جا على جتا وزا على زطا وكوزاين على ساين ومش عارف ايه. ماشي، ده كلام جميل وده الاساس البيزكس. بس في نفس الوقت الويل بروفايل ده مجرد انك تدخل الداتا للسوفت وير. طب ممكن تقول لي ده اللي ممكن تدخل السوفت وير ايه؟ ايوه فكروني اديها لكم. في انبوت داتا كده بتدخلها بيسمح لك انك تدخلها، في اوت بوت داتا تيجي تحط اي حاجه لا يمكن، اللي من ضمنها حساب الترو فيرتيكال بيحسبه لوحده. انت كل نقطه بتديها له. انا وقفت على الكيك اوف بوينت
بديله النقطه من الزيرو ل 1000 متر مثلا، مثلا يعني ما حدش يقول لي ده 1000 متر هو ده البير بتاعي، لا ممكن تكون 800 1000 1500 بعدين يعمل كيك اوف بوينت. بديله النقطه بتاعت الكيك اوف بوينت، بديله البيلد ريت، بديله الورد بروفايل جي شيب، بديله هو واقف فين ورايح فين، اللي هو رايح فين يعني يقصد بيها التارجت لاندنج بوينت قد ايه كازيموث وانكلينيشن، الزوايا دي بيحسبها لوحده ويحسب لك الديسبيسمنت اللي هي عندك دي، وهي المسافه اللي مشيها من بيسموها الفيرتيكال سيكشن او بيسموها الهوريزونتال ديسبيسمنت، المكان اللي بيجيب منه بترول اللي مشيه افقي اللي جوه التارجت وجوه البيزون. صدقوني انا فهمت، فهمتم ولا حد عايز يسال تاني في الحته دي؟ عشان كده لازم اعرف الكيك اوف بوينت، لازم اعرف البيلد ريت، كيك اوف بوينت ديب اس بوسيبل، والله جابها اهوت تو ريديوس ذا كوست اند ذا رود كيسنج وير، عشان يقلل الكيسنج وير ويقلل مشاكل الحفر ان ذا بيلد سيكشن، في المكان اللي هو عمل فيه بيلد يعني الزاويه عماله تزيد معاه اوف هورزونتال ويلز بلان سوفت لاندنج. سوفت لاندنج سيكشن الكلمه دي عجبتني قوي. سوفت لاندنج يعني ايه؟ بص تلاقي فيه طيار، انا اسف يعني شاطر، يروح نازل كده وتلاقينا عاملين ايه؟ نسقف له، برافو عليك، هي دي اللاندنج، بيسقط بطريقه بيخلي اللاندنج، احنا كمان حفارينه وطيارين بنحفر الابار وبننزنج كده على اللاندنج بوينت بوب زي الطياره اللي بتنزل وتسقف له. بس في طيار معلش كنا مسافرين مره المانيا والطيار ايه؟ ينزل ويطلع تاني، يخرب بيتك ينزل ويطلع تاني، هنسقف له ده ازاي؟ ده كنا عايزين نطلع نضربه طبعا، بس خايفين على الطياره احسن ما تنزلش بسلام. هي كمان عندنا الحفار الشاطر ينزل بلاندنج بوينت، ينزل كده بالطياره بالراحه او ينزل بنقطه بالراحه على التارجت بالظبط. عارف في الكويت كانوا بيعملوا لنا ايه؟ كانوا بيرسموا لنا بروفايل يقول لك اسقط لي على 25 سم بالظبط. يا نهار اسود، ده انا واقف فوق على دبس زيرو، وانت البير بتاعك الدبس، انا فاكر الدبس 4800 متر، وكنا بنجيب سبحان الله من 500 متر فيه زيت، 1500 متر فيه زيت، 4500 او 4800 فيه زيت، ثلاثه ليفل عشان كنا بنحفرهم مالتي لاترال هورزونتال. جميل، امال ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ السوفت لاندنج كانوا بيرسموا لنا 25 سم يقول لي اسقط لي عليهم بعد اذن ما عليك، يعني لا يتجاوزوا البيبر دي. يروح راسم لك علامه كده من فوق يقول لك اسقط لي عليها اعمل لي لاندنج، وانت نازل عيني من فوق كده تسقط على 25 سم. عارف لو اتشفيت بره انت فقدت التارجت. طبعا انا مش ماشي بمسطره وبرسم بمسطره، لا انا غصب عني حاجه خدتك كده طبقه، طبقه مايله زي كده راحت واخداني كده، فولت قبلك خبطت فيه، عملت لوس اوف سيركيليشن، الباكلينج بتاع المواسير وداك في ناحيه ثانيه، البيت ووك الدقاق وهو بيمشي يا جماعه بيمشي، فازاي انا همشي يا باشمهندس 25 سم افاهم فيه؟ يقول لك هو كده انا مش طبعا، يعني انا اسف برضو في الكلمه دي، احنا كحفارين بنأستك المسائل، وانت ما تعرفش تأستك المسائل غير اما تكون حفار محترف، معلش دايركشن انجينير شاطر والله ما هتوصل لكده. انا المهم بالنسبه لي ان انا اسقط لك زي ما بقول لك ايه، العلبه دي فيها ايه؟ فيها فيل يا عم، طب هسقط على الفيل ازاي؟ ولا لا يا جماعه عمليه الحفر لازم فيها فلكسبيليتي، الراجل مش قادر يستوعب الكلام ده اللي هو دريلنج سوبرفايزر، فانت مسموح لك ايرور، فانت مثلا هو بيرسم لك خط زي كده يقول لي امشي لي عليه، امشي على الحيطه يعني، فانت هتتشفت شويه فوق ليه؟ طبقه مايله، اتشفت شويه تحت فولت خدك في الناحيه الثانيه، في ستاك باي، في باكلينج، في بيت ووك. فالمهم في الاخر ان انا في الاخر اظبط نفسي اسقط على الحته دي اللي فيما يسمى سوفت لاندنج. الكلمه دي عجبتني قوي، حلو حلو قوي. يبقى احنا فهمنا كده بعض النومن كليتشر اللي انا داخل بيها اعمل بلان لهورزونتال ويل. ان هورزونتال ويل ويلز كليرلي ايدنتيفاي ذا جاز اور ووتر، هو انت عايز تعمل ايه؟ لان في بعض الاسباب اللي هنشوفها دلوقتي سبب الحفر، هل انت بتحفر جاز ويل ولا اويل ويل ولا تو افويد ووتر كولينج زي ما هنشوف. يبقى الكونتاكتس لازم تكون باينه عندي وجايين لي بير كريتيكال وفولت وفولد كمان، لا ده بير ده معلش يعني ما فيش حاجه زي كده، لا بيحصل بيحصل. التيرن ريت عشان كده بقول لك علاقه الجيولوجيا بالحفر وثيقه، لو انت فاهم شويه جيولوجيا هتبقى حفار شاطر، لو انت جيولوجي وفاهم شويه حفر هتبقى جيولوجي شاطر. التيرن ريت يعني ايه؟ احنا هناك كنا بنتكلم على البيلد ريت للانجل، هنا التيرن ريت يعني ماشي تيرن للازيموس بمعدل قد ايه؟ تيرن رايت وتيرن ليفت. فيريفاي موتور عشان انت هتعمل بيلد ريت عالي، فهل الموتور هينتني الثانيه دي ولا لا؟ عشان الاي كيو او تحقق لك الجزء ده. الجيولوجي بقى الستارت والتانجنت والسوفت لاندنج والانجل والانترميديت ما بين ايه؟ الكلام بتاع الجيولوجيا السهل اللي احنا مش هنشرحه ثاني بنقول الجيولوجيا. شايف البير معقد ازاي؟ شايف الكمبيوتر لوج ده السوفت وير بتاعنا، وهنا البير واحنا واقفين على في الغالب منصه بحريه، في الغالب بلاتفورم،
كانت مثلا بتحفر بير وقالوا لها لا كملي حفر مالتي لاترال ويلز او مالتي او ري انتري ويلز، ممكن يبقى البير ده جي شيب، ممكن يبقى البير ده اس شيب، ممكن عشان اتحاشى بير تاني يبقى اس شيب زي ده كده كده كده، ممكن يبقى هوريزونتال في الاخر. ده طالب في الجامعه البريطانيه عمل مشروع معايا تخرجه انه بيعمل حوالي 20 بير بيرسمهم بالتراجكتوري، مره جي شيب، مره اس شيب، مره اندر كات، مره هوريزونتال شورت وميديوم ولونج ريديوس، مره انتي كوليجن، مره الثمان تسع حالات بتاعتنا. وده جاب امتياز وتعين معيد، مش هقول لك بسبب المشروع لا، علشان شاطر. لما راح الورق بتاعه انجلترا وكل البحث بتاعه لا يتجاوز 20 ورقه، مش بالكميه زي موضوع تعبير، راجل مهندس، فبدا يرسم الديزاين بتاع البروفايل، وجبنا الداتا الابار، وتخيلنا ان احنا بنحفر بمنصه، وجبنا الداتا بتاعت منصه، وابتدينا نحفر الابار بالسيميوليتر وننزل بيها كده ونرسم تراجكتري كده. عمليه ممتعه جدا، وخد مشروع بتاعه ايه بلس اللي هو بيسموه في الجامعه البريطانيه عن الانتي كوليجن، عدم ارتطامك ببير تاني، عشان كده دي بيسميها سبايدر مان. هتسمع الاسم ده، ايه السبايدر ده؟ انت كل شويه عمال تدينا حاجات جديده، معلش سامحوني الموضوع كبير شويه، انا كنت بشرحه في 5 ايام في 30 ساعه، دلوقتي احنا بنشرحه ساعتين في اليوم ومش مكفيين طبعا، مش مكفي مع الاسئله، مع الموضوع مهم جدا، موضوع فيري انترستنج فيما يسمى الانتي كوليجن فروم فيكسد بلاتفورم. هو ليه فيكسد بلاتفورم؟ ما تحفر لي بير تاني وانت غاوي؟ ايوه يا فندم، انت عندك الكوست بتاع البلاتفورم انك تعمل له ريجنج اب جوه الاوف شور غالي، وخصوصا في الديب مارين مثلا لو انت بتحفر في الديب مارين او درينج شيب، وكمان انت عايز تستفاد بالسبيس وعندك فيه الاتراكتيف ستراكشر، يعني الاستراكشر عندك ممكن يكون انتي كلاين كده طبقه مايله، فعايز تجيب منها كلها من وان سلوت او حتى سيفرال سلوت، اللي هو بيسموها مالتيبل كومبليشن او مالتيبل برودكشن او سنجل برودكت، كل واحد لوحده احنا متخاصمين، او كلهم كومنجلد برودكشن من كل الابار في سلطه واحده، ودي بتتعمل فعلا في ما يسمى سواء في الدريلنج انتي كوليجن او سواء في الكومبليشن. شوف شوف المنظر عامل ازاي، هتقول لي انا هعمل ايه في الشكل ده؟ ابسط مما تتخيل والله، بنعمل له التراجكتوري وديزاين بالسوفت وير، ونقعد نلعب لغايه ما نصمم من البلاتفورم الشكل اللي انت شايفه ده. الجمال بقى ان انا سنه عن سنه بدخل مع الشكل اللي انت شايفه ده ال 3 دي موديلنج للاستراكشر. شفت الجيولوجيا مهمه ازاي؟ اللي راجل بيقول لي هنا جيولوجي ده انا مش مهندس، يا جماعه يا جماعه ما تحاولش تعمل سيبريت عن، طب ما انت ممكن تشتغل مود انجينير، ممكن تشتغل دريلنج انجينير، ام دبليو دي انجينير، ليه؟ على حسب الكفاءه بتاعتك واتعلمت ايه. خلاص العلم مش حكر على حد، انا نصيحه للحفارين يتعلموا جيولوجي، ونصيحه للجيولوجيين يتعلموا حفر، ويتعلموا مود انجينيرنج، والكيميائيين برضو يخشوا في القصه دي، لان انت بتتكلم على فورميشن توب وبوتوم وبروستي وبرمابيليتي وساتوريشن، ماشي العمليه متداخله. طب ما الريزرفوار انجينيرنج مع الريزرفوار جيولوجي بيبقوا متعاونين مع بعض في الشركه، ما تحصرش نفسك في بوتقه انا جيولوجي انا كيميائي انا مهندس بترول، العمليه كلها زي بعضها. ولكن هنا المهم بالنسبه لي وانا بعمل الويل تراجكتوري ديزاين او الويل بروفايل ديزاين او الويل باث، مسميات لحاجه واحده، to reach the target in certain azimuth or inclination، وبالتالي السبايدر ماب بطلبها قبل ما اعمل ديزاين، not to hitting another well. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا في منطقه في البحر وفي ابار اتحفرت جنبي وماني شايفها طبعا تحت البحر، فانا بقول له اديني السبايدر ماب. اقول لك على قصه، هي مش قصه، قدمها كيس ستادي. بنحفر بير، كنا في سلطنه عمان في مرمول في فهود تحت، اللي يعرف المنطقه دي لو معانا اخوه عمانيين، وجينا نحفر على دبس حوالي 3200 متر، قابلنا بير تاني، انا ما كنتش عايز اقول بير تاني، عمالين نحفر مش راضي مش راضي مش راضي تمشي خالص، نطلع بالمواسير وننزل دقيقه تاني مفيش ولا الهواء. طب ايه يا جماعه، نغير الزاويه، نغير الموتور، مفيش موتير، ننزل فيرتيكال، مفيش ولا الهواء. ليه؟ خبطنا في بير تاني. كانت الفكره ان احنا نبص على الشيل شيكر من حد، يعني من مود انجينير، وحط ماجنت على الشيل شيكر، المغناطيس ده بيلقط الرايش بتاع الدقاق وبتاع الدريل سترنج وبتاع الاستابلايزرات، عماله تخبط في جدار البير وتخبط لي في البير الثاني. كنا بنحفر في كيسنج بتاع البير ثاني واحنا مش عارفين. طبعا الستيل الكاتنج ستيل اللي طالعه لي من الابريجن فورسز ما بين الدقاق، الحفر هتحقق ده عمال يحفر في ايه؟ في حديد، وكل شويه دقاق، انا اسف يعني باللهجه بتاعت الحفر، يتحلق له ينبري ابريشن، يحصل له كوروجن، وبدل ما هو مثلا في السايز 12 وربع انش هول، كنا ساعتها في 8 ونص، 8 ونص انش هول، لقينا الدقاق 8 و1 من 10. لما جينا سوب الكاليبر فوق، قال لا هو فين؟ هو في عفريت كانوا تحت؟ طب احنا ما حفرناش حاجه، ده 2 3 سم.
الاثنين 3 سم دول خدوا مننا 12 ساعه. الار او بي كان حاجه 0.2 فيت بير اور، كلام فاضي مفيش حفر خالص. كانت النتيجه ان احنا عرفنا جبنا السبايدر مان. عشان كده وانت بتحفر قبل ما تحفر قول له فين الخريطه بتاعت السبايدر بلوت بتاعت المنطقه الابار اللي اتحفرت في المنطقه، عشان ايه؟ تو افويد انتي كوليجن. كفايه كده على الانتي كوليجن لان احنا شرحنا جزء مهم جدا. تيم وورك، تيم وورك يا باشمهندس بتاع جيولوجيا، تيم وورك وذ مالتيبل ديسبلينز جيولوجي كيمستري فور ذا مود انجينيرنج اند بتروليوم انجينيرنج ريزرفار انجينيرنج شود بي ذير امبورتنت تو هاف ذا ويل ديفايند بلانز. لازم ابقى فاهم الخطط بتاعتي. But plans must be changed as condition indicated. طب والله انا مش فاكر القصه دي، اول مره افتكرها. ده ردا على الناس اللي بيقولوا لازم تحفر بالطريقه دي. يا جماعه ابوس ايدك يا باشمهندس، مش كده، انا مش ماشي بمسطره وقلم، انت شفت عن التارجت، انت مش هتوصل. يا باشا هوصل لك، انت مالكش دعوه. اهم حاجه ان انا في فولت قابلني اعمل لك ايه يعني، انت فاهم؟ البيت الدقاق عمال يمشي جوه الصوت، بيسموها البيت ووك يا جماعه، له تندنسي تو جو رايت. يعني زي ما يكون واحد كده، انا اسف مش عارف اقولها لك ازاي، يعني انت عمال يجنح ناحيه اليمين. يعني مثلا واحد ماشي بطياره وجناح الطياره انكسر، فتبص تلاقي الطياره راحت ناحيه الجناح الثاني زيها بالظبط. فانت الدقاق عمال يمشي جوه السولت او جوه الانهيدرايد او جوه الشيل، بيت ووك تند تو جو رايت بالجرافيتي. طب ايه المشكله هنا؟ important to have defined plans but the plans must be changed as the condition dedicated. يعني زي ما انت هتلاقي المشكله تعامل معاها عشان توصلني للتارجت. involve directional well planning at the start of the project. البلاننج اللي احنا اتكلمنا عنه كل ده بشرح في البلاننج، ما دخلتش في الهوريزونتال. يا لهوي هو صعب كده؟ ما انت لو فهمت البلاننج هتفهم اللي انا عايز اقوله. اللي هي الهوريزونتال بلاننج تكنولوجي، اللي هي ايه؟ اللي بيتاخد فيها كورس كامل. حد عايز ياخد كورس كامل كامل 5 ايام عن الهوريزونتال، ويا مديته في اماكن كتيره جدا، في الجزائر الاماكن بتاعت تجمع شركات البترول في العاصمه تبع شركه هاليبرتون، واداناه في السودان اكتر من مره، وفي اخوه هنا خدوه معايا من شركات بترول في الاي او سي او في الجامعه الامريكيه. موضوع مهم جدا الهوريزونتال تكنولوجي والدايركشن دريلنج. ما احنا عرفنا هو العلم او الفن اللي بيختص بدراسه الانتنشنال ديفليكشن، ان انا بنزل بميل على الطبقه عشان اوصل للتارجت بتاعي، الاوبجيكتيف اللي هو التارجت اللي انا عايزه ومحدده قبل كده. جميل، ده الدايركشن. امال الهوريزونتال هو ايه؟ الابلكيشن بتاعت الدايركشن مش هنتكلم عنها، اللي هي المالتيبل ويل فروم اوف شور ان اكسسبل لوكيشن زي اماكن تجمعات سكنيه، البيلد والهولد سوري الريليف ويلز الابار اللي احنا اتكلمنا عنها اللي بتولع، الفولت دريلنج، السولت دوم، الديفيتد كنترول، السايت تراكنج، المالتي لاترال ويل، الهوريزونتال ويل. دي اسباب مباشره. هو عايز يقول ايه؟ هو انت بتعيد اللي فات تاني؟ لا والله مش بعيد، بس انا عايز اوصلك ان الهوريزونتال دريلنج وان اوف ذا موست امبورتنت ابلكيشن فور دايركشنال ويل. ده اللي انا عايز اقوله. شوف انت بتلف اللفه الكبيره دي ليه؟ عشان تفهم المعلومه بسلاسه. يعني عايز اقول لك ان انا عندي تطبيقات كتيره، ان انا يبقى عندي بلاتفورم واحفر منه اكتر من فرع، يبقى اكتر من فرع، يبقى اكتر من بير، يبقى مايل. مايل يعني ايه؟ دايركشن. ان اكسسبل لوكيشن اماكن تجمعات سكنيه. ريليف ويل يعني ايه؟ البير اللي بتحفر عشان ديبليتد للبريشر بتاع الريزرفوار اهديه. فولت دريلنج يعني ايه؟ عايز اجيب بترول من كل الفولتات اللي مقابلاني، ستيب فولت اجيب منهم الراحه. سولت دوم يعني ايه؟ تحفر تحت جناح الدوم اللي عندك ده او الطيه اللي عامله شكل السولت دي. ديفيتد كنترول فور فيرتيكال ويل يعني ايه؟ يعني احنا كنا نسافر الكويت لمده 3 ايام، يوم رايح ويوم على البريمه ويوم راجع، عشان ايه؟ عشان حته الكنترول بتاع الديفيجن. يعني ايه؟ ابص تلاقيهم بيفرحوا بالحفر السريع وبياخدوا جوائز عليه وهم خيطوا البير، بهدلوا البير. يعني ايه؟ بص الاقي ماشي ار او بي عالي ما شاء الله 200 مش عارف فيت بير اور. طب وبعدين؟ ما انت الزاويه عماله تهرب منك، لدرجه انهم وصلوا الزاويه يا جماعه 15 ديجري في وقت من الاوقات. 15 ديجري بالبروجريسنج بتاع الحفر هتوصل، مش هتوصل للتارجت بتاعك. فهو ده الكلام اللي هو بيسموها ديفيشن كنترول او كوركشن ران. فكنا بنسافر الكويت يوم واحد نرجع البير للوضع الفيرتيكال تاني. سايت تراكنج، سايت تراكنج يعني ايه؟ طريق جانبي، الطريق من هنا لغايه البصره باظ، فانا بضطر مثلا او وهران باظ او مولوديه وهران بقى، فبضطر اخد مكان جانبي احفر البير بطريق جانبي. ليه؟ في كيسنج كولابس حصلت، في اي مشكله حصلت في البير، بضطر اعمل بلاج اسمنت واعمل ويندو شباك زي اللي انتم شفتوه كده، وامشي بجنب من البير واحاول اتخطى القصه ديت، بحاول بما يسمى السايد تراك، طريق جانبي. المالتيلاتر اللي هنشرحها هي والهورزونتال، دول نوعين مهمين جدا. فالويل بروفايل زي ما انت شايف كده
ادي الكيك اوف بوينت للنقط كلها، وادي البلاتفورم، ادي الهولد الانجل اللي هي الزاويه اللي بيبنيها، مش بيبنيها، بيحافظ عليها، ده البيلد انجل وده الهولد، وبعدين الدروب، ده بيسموه اندر كات بالمناسبه. وهنا بيلد وبعدين دروب تاني، ده بيسميه الاس شيب اهو، كده كده شكل حرف الاس. وبعدين كونتينوس للهورزونتال اللي هو الهورزونتال اهو اللي انت شايفه ده. يبقى ممكن انا اشرح لك التراجكتري بالورقه دي، بالبتاعه دي، بالكيس البتاعه الجميله دي اللي هي الوصله دي. اول حاجه ده جي شيب، شكل حرف الجي اهو، حرف الجي بيبقى عامل كده، ولو حطيت نقطه هنا يبقى جي. الاس شيب عامل ازاي؟ فيرتيكال وبعدين ديفييتد وبعدين تاني فيرتيكال تاني كده. يبقى هو مش الاول، كان ماشي الاول فيرتيكال وبعدين خد زاويه وبعد بيلد يعني، وبعدين بعد الزاويه عمل هولد وبعدها عمل دروب، شكل حرف الاس كده بس مع اختلاف الشكل قوي يعني، شكل حرف الاس ده بيسميه اس شيب تو افويد سمثينج، افويد انذر ويل، افويد فولت ويندو، بتعملها نتيجه الكولابس اللي حصل في الكيسنج. والاندر كات ان انت بتبعد عن بير تاني، والهورزونتال هي دي معظم البروفايل اللي عندك. في بير بس ما قلناش على اسمه، اسمه ريتش اكستندد ويل. هي الابار هتبص تلاقي انت عندك في بالذات في الاماكن اللي فيها الاوف شور، بيحفر الابار دي من الاوف شور علشان الزاويه ممكن ما توصلش ل 90، ممكن ما يبقاش اسمه 90 عشان يبقى هورزونتال. يبقى اي ار دي ويلز، اي ار دي ويلز اختصار ريتش اكستندد ويل، هي الانجلز اللي انت مشيت فيها الفيرتيكال بوزيشن دبل المسافه اللي انت بتمشي فيها هورزونتال. يعني المسافه اللي انا مسيتها هورزونتال دي دبل المسافه اللي مسيتها فيرتيكال، ده فيرتيكال اهو وده هورزونتال اهو. المسافه اللي انت مشيتها دايركشنالي ضعف 2:1 اللي انت مشيتها فيرتيكال، صح؟ هي دي الريتش اكستندد ويند، دي بتتحفر من الاوف شور للاون شور او جوه البلاتفورم نفسه. جميل قوي، كفايه كده على الرول بروفايل، ونتنقل لجزء ثاني السيرفي اللي منها الام دبليو دي اللي احنا شرحناها امبارح، والمالتي شوت. اهي الام دبليو دي افضلهم، وان كان في انواع ثانيه سنجل شوت بياخد نقطه على البطن، ومالتي شوت والالكترونيك يعني بياخد كذا نقطه وبيسحبها بطريقه معينه، ما تشغلش بالك عشان دي طرق قديمه. انا اشتغلتها بامانه يعني، بس ايه، كنا مره في في في, في على حدود العراق وبنحفر مالتي شوت دي بالمالتي شوت. هي مالتي شوت عباره عن ايه؟ ارخص شويه من السيرفي تول الام دبليو دي، ارخص. وبيجيبونا كده بقى بشيل الشنطه كده زي شنطه الحلاق، وفيها البارتس، ديفرنت بارتس اللي هي الاجزاء، واللي انا بربطها ببعضها وبنزل بيها وبصطادها بعد كده بحاجه اسمها الساند لاين، خط كده بيروح واخدها وطالع بيها تاني. يعني انا بسقطها من فوق بتنزل مع الطفله كده، انا بتخيل ان انا عندي، هي دي الـ 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 البير بتاعي، هو ده اهو، معلش انا هفتح الكاميرا اهوت، البير بتاعي هو ده، في طفله، وادي اللي هي المواسير اللي بيسميها المالتي شوت دي، جواها سنسور بيقيس لك السرديات. طيب ازاي اروح مسقطه كده؟ ينزل 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 لغايه ما ينزل على التوتكو اللي هي بتقابله، اللي هي الحلقه بتروح واقف عليها كده. خد قرايات كل شويه يعمل، يا اما يصطادها ويطلع بيها بساند لاين، يعملها اوفر شوت كده، او بيطلع ماسوره ماسوره، وكل ما بيطلع ماسوره هي بتطلع معاك لغايه فوق، ياخدها تاني ويعملها داونلود. خلاص ياخدها تاني ويعملها ايه؟ داونلود. Sorry for interrupting you or stopping. So اللي احنا بنتكلم عنه يا جماعه المالتي شوت، احنا رحنا بقى قبل ما انت بتشتغل بيها، خدنا التول بتاعتنا دي وطلعنا بيها في الصحراء عشان نعمل لها تيست بعيد عن الماجنتيك انترفيرنس. فاحنا بيها في الصحراء، كنا جنب عرب في حته اسمها منطقه دير الزور اللي فيها داعش دلوقتي، واحنا حطينا التول وبعدنا انا وزميلي عشان السيفتي او الجزمه نفسها فيها ستيل بارت اللي هي الجزء الحديد من ال، بس اعمل لكم ريفريشمنت عشان هنخش على جزء صعب شويه. فروحنا عشان نشوف التول تاني، كانت محطوطه في وسط شجر وبتاع، ما لقيناش التول. كنا قبل المغرب بشويه كده والدنيا بتضلم. فروحنا جبنا الفورك او اللي هو الكرين وكشافات والدنيا بحالها بتدور في منطقه كده زراعيه، وكان في عرب هناك كده وترايبلز وقاعدين يعني بيشوا وبتاع وقاعدين في ملكوت الله. طبعا دول مش شكل ناس خدوا تول يعني. فقعدنا ندور، التول اختفت. يعني احنا نقول ايه، هو احنا جينا بالتول فعلا اساسا ولا التول راحت فين؟ قعدنا ندور عليها لغايه الساعه 1 بالليل والبريمه واقفه على التول بتاعتنا. ما احنا بنعمل بري تيست،
بيقفوا شويه، بتنزل بتول بترميها في البير، وبعدين تطلع بيها او تطلع ماسوره ماسوره، وبعدين تعمل لها داونلود. فالمهم احنا عملنا ميتنج بالليل، اللي هو الدريلر مع الكومباني مان واقفين، ما فيش مش واقفين على الجوب ده. فكانت الفكره ان احنا تاني يوم الصبح يا جماعه واحد يلف بميكروفون جوه البلد بعربيه ان في اكسبلوجن او في انفجار هيحصل نتيجه الادوات اللي كانت موجوده في الحقل الفلاني، حته اسمها بير العزبه في سوريا، والتول دي ممكن تنفجر في اي وقت. مفيش ساعه زمن لقينا التول مرميه على الاسفلت. دي يعني حاجه غاليه وبتجيب فلوس يعني. انا بس بعمل ريفريشمنت لحضراتكم كده عشان نبتدي نتكلم عن اللي احنا هنشرحه دلوقتي حالا. الهورزونتال ويلز تعريفها مختلف شويه في الكتب كتيره جدا. واحد بيقول لي ما انت لسه قايل لنا ال 90 ديجري، لا هي ممكن توصل ل 88 ساعتها يطلق عليها هورزونتال ويل. So the horizontal well is defined as any well in which the lower part of the well bore is parallel to the bay zone. Parallel بس لازم تبقى more than 87 يعني. The inclination angle doesn't have to be 90. ازاي؟ ده احنا متعلمين كده وفي كل الكتب بتقول لنا ان هي 90 درجه، صدقوني والله. اقول لك ليه؟ اثبتها لك كيس ستادي. الو مين؟ وانا بشرح محاضره في الجامعه الامريكيه؟ ابراهيم. ايوه ابراهيم امرني، انا عندي مشكله احمد دلوقتي البير بتاعي 90 ديجري. لا هو مش قاري، انا البير هما مدينهولي في البروفايل 90 ديجري. وانت الزاويه عندك كام ابراهيم على السكرين؟ بعت من السكرين شوت على الواتساب ان هي الانجل عنده 87 87. قلت له خلاص انت هورزونتال، اطمن ابراهيم وحطها على السكرين 90 واديها لهم. قال لي ازاي يا ابن الحلال؟ افهمني. هو دايما وري كده، والوري في الدايركشن وفي الام دبليو دي ممكن يبوظ شغل كتير والله العظيم. وبرده هو كان معايا في جوب تاني كده، فبقى الان فالجوب كان هيبوظ يعني، فلازم كل لما بتبقى هادي في الجوبه دي. قلت له هثبتها لك، انت عندك نازل بديب متر ولا مش نازل؟ قال لي نازل. قلت له الديب بتاع الانجل بكام عندك؟ قال لي ما هو قدامك ثلاثه على السكرين اهو، بعت لي سكرين شوت من الشاشه، ثلاثه بلس ال 87. يعني ايه؟ يعني البير بتاعه مايل بزاويه يا جماعه 87 درجه، عامل كده. هو البير اوريدي مشي كده خلاص، وكمان الطبقه اللي عنده مايله 3 درجات على الافقي. يبقى الثلاث درجات دول لازم اجمعهم على 87 يبقوا 90. الباشا ما صدقنيش، عمل ايه؟ لقيته جاي مصر ثاني يوم. انا في مصر، قلت له مبروك، ايه اللي حصل؟ قال لي مشوني من على البريم. ليه يا ابراهيم؟ قال لي عشان ما سمعتش كلامك، انت بتتكلم بجد؟ ايوه، لان الانجل 87 ديجري. انا مش بشرح قصه والله، انا بشرح لك بس التعريف الغريب اللي هو اللي انا كاتبه قدامك. The inclination angle doesn't have to be 90 degree. انا بحط دي مع دي ليه؟ عشان انت حضرتك تاخد المعلومه ببسيطه، مش هديها. واحد يقول لي ما هو في الكتب كلها 90. لا 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 لا، مش كلها والله. الناس الحفرجيه اللي اشتغلوا بايديهم يقول لك لو الانجل مع الديب انجل مع اللي هي طويل الطبقه 87. بلس شفت فايده الجيولوجيا يا باشمهندس يا جيولوجي؟ 87 وثلاث درجات ديب انجل 87 بلس. هو عمل ايه الباشا؟ زود معدل البنى وزود البيلد ريت من 87 لغايه ما وصلت قدامه 90، اديها لهم برافو. نزلوا بواير لاين عشان يشوفوا الانجل، سوري، بديب انجل، لقوا ان الديب البير بتاعه اكتر من 90 درجه ونزل في الميه. بنى اكتر، راح نازل في الوتر. انت متخيل؟ ليه؟ لانه زود خلاص الطبقه مايله زي الفولت اللي انا وريته لك في 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 في, في سلايد، وقلت لك خلي بالك من الحته دي اهو اهو اهو، انا اجيبها لك والله عشان تبقى ايه فاهم انا بقول ايه. اهي 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اهي 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 لازم تشوف ميل الطبقه كام. هل الطبقات افقيه؟ خلاص يبقى 90 درجه، خلاص توكل على الله. اما لو الطبقات مايله يا جماعه فتيك كير، لانك ممكن تخبط في 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 درجه توديك في داهيه. فالانجل اللي هي مش شرط انها توصل ل 90 درجه، هي المفروض انه يبقى موازي للطب بتاع الطبقه اللي فوقيه، ويمشي بارلل للطبقه اللي فوقيه. هو ده تعريفه، بس مش هتقل عن باي حال من الاحوال عن 87 ديجري. هو بيتعمل ليه الابار الهوريزونتال دي؟ تو ماكسمايز برودكشن. انا محتاج ان انا ازود الانتاج. انت كل ما تخش، هو انا مثلا لو انا حفرت بير فيرتيكال، وانت متخيل ادي البير بتاعي اهو ومشيت فيرتيكال كده، انت مش واتعملت بيرفوريشن هنا، والله ما انت جايب غير من المنطقه دي. انما لو مشيت هورزونتالي ماكسيمم برودكشن،
for maximum exposure of the formation. اللي هي اتنين دي maximum exposure يعني ايه؟ بزود المنطقه اللي انت متعرض ليها او البرفوريشن انترفال اللي انت بتتكلم عنها او ان انا بالطريقه دي بزود الانتاجيه او ان انا بعمل increase production from tight. يعني ايه tight؟ التايت فورميشن مش اللي البروستي والبرميبيليتي فيه قليله. التايت يعني ثين بيد ريزرفوار، يعني الريزرفوار اللي انا كنت بحفره قبل كده فيرتيكال وبجيب زيت يا عيني من طبقه بسيطه وبهمله، لا ده دلوقتي بقيت امشي فيه في التايت ريزرفوار من غير ما افقده بالجيو ستيرنج بتاعت امبارح، وهو ده التايت ريزرفوار. لو بيرمابل فورميشن يعني الفورميشن اللي كانت لو بيرمابل لا ابتدينا نجيب زيت منها لانك انت انترسكتد وذ اول فويدز وبتتعرض لمساحه اكبر وبتخرم في مساحه اكبر، يبقى هتزيد to minimize water cooling. اي ريزرفوار في الدنيا مترتب ترتيب طبيعي اللي هو الغاز فوق والزيت تحتيه والميه تحت، ما احنا عارفين الكلام ده. انت لسه هتشرح؟ ايوه هشرح، معلش الحته المهمه دي، الحته دي في منتهى الاهميه. بصوا كده انا رسمت لكم اي ريزرفوار في الدنيا فيه 3 فيزز اللي هو الاويل والجاز والووتر. السبب الرئيسي من الحفر بنيل هو الرسمه اللي انت شايفها قدام عينك. انت شايف هنا فوق دي الغازات وشايف تحت الغازات الاويل بالدنستيز بتاعتهم بالجرافتي او السبيسيفيك جرافتي، وتحت الميه، الميه اللي شايله اللي فوق ده كله. ساعات وانت بتنتج من الزيت من هنا بفير فيرتيكال بتطلع الميه معاك بتعمل لك كون، كون يعني مخروط كده. تيجي البيئة رغم انك بتنتج من بترول من اويل بتبص تلاقي الميه طالعه لك فيما يسمى الووتر تند تو بي كون، بتتسحب معاك. عشان اتغلب على المشكله بتاعت الووتر كولينج يعني مخروط زي ده، عشان اتغلب على 3 فيز ريزرفوار فور جاز كولينج انزل كده واحفظ كده هورزونتال تحاشيت الووتر كولينج تو افويد جاز تربلنس. وانت بتنتج برضه من الابار دي الغازات دي لانها خفيفه بتدخل مع الزيت وتطلع لك ليه؟ از جاز درايف، وتعمل لك ايه؟ تعمل لك دايليوشن في الزيت والفيسكوستي بتاعته، وتعمل ايه؟ حاجه اسمها جاز تربلنت، تعمل زي تيارات دواميه وانت جاز مكان الزيت. اعمل ايه؟ انزل احفر كده هورزونتال. يبقى سبب مباشر لحدوث هذا النوع من الحفر تو افويد ووتر كولينج تو بريفنت جاز تربلنت يو شود دريل هورزونتال ويل اند اولسو تو بروفايد فراكشر فيرتيكال. هو ايه الفيرتيكال فراكشر؟ هو البرميبيليتي فيها نوعين، فيها فيرتيكال وفيها هورزونتال. اه والله العظيم انت لو شفت اي بير هتلاقي البرميبيليتي مترتبه ترتيب كده عامله زي بالظبط البرميبيليتي ما بين الكتب كده او كده. البرميبيليتي هي المسافه اللي ما بينهم الاثنين دي او كده مترتبه كده. طب هو لو مترتبه كده او مترتبه كده الهورزونتال ناجح في الاثنين؟ الهورزونتال يفوت ما بين الكتابين كده او يفوت انترسكشن لبير عملناه كدراسه في ارامكو. البير ده 17 كيلو متر، بس صدقوني ال 17 كيلو متر الهورزونتال دول مش كلهم منتجين، بعضهم منتج وفي صوت، بعضهم منتج وفي صوت، اعمل ايه؟ اروح مفايد فيهم هورزونتال واعمل حاجه اسمها زونال ازوليشن زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى انا بديك تطبيق مع اللي انت بتعمله عشان برضو تبقى فاهم يعني ايه الفيرتيكال فراكشر او تو مينيمايز ساند برودكشن. لقوا ان الساند برودكشن وبالذات في الابار اللي فيها ساند بتبقى بتنتج الساند بصوره اكبر في الفيرتيكال ويل لما بتعمل فيه برودكشن اكتر منه من الهورزونتال. ازاي يعني؟ ايوه سرعه انتقال الساند مع الفلويد اللي هو بيسموه ساند برودكشن. ما في انت بتحفر مش بتنتج بس بترول، بياخد معاه بعض الساند فريجمنت نتيجه الوتابيليتي وهو ماسك فيه قافش في الروك اللي هو بيسموه اويل ويت ووتر ويت، تاخد معاك بعض الروك فريجمنت في مسمى الفاين مايجريشن بتسد لك البورز وبتدي لك البرفوريتد انترفال وبتسد لك البرفوريشن والبرميبيليتي بتاعتك والبريشر يعني يوصلوا ديكلاين. هو ده بنسميه احنا فورميشن دامج نتيجه البرميبيليتي يحصل لها برودكشن. طب اعمل ايه؟ احفر هورزونتال. ليه؟ لان السرعه الفيلوستي اوف ذا ساند برودكشن ديونيك فيرتيكال ويل از مور ذان هورزونتال ويل. انا عايز تبقى بطيئه عشان انتج ما انتجش ساند. دي الاسباب المباشره ودي حاجه تاريخيه كده عن الابار ديت. وانا محتاج ايه؟ محتاج اعرف الفولت فين والهيتروجينيتي بتاعت الفورميشن. يعني ايه هيتروجينيتي؟ يعني هل الفورميشن هوموجينيوس ولا هيتروجينيوس؟ انا بشبهها بايه؟ في مصر في اكله كده اسمها كشري عباره عن عدس ورز ومش عارف ايه ومش عارف ايه فوق بعضها وشعريه ورز ومكرونه. هو ده اللي انا بسميه هيتروجينيوس ريزرفوار.
عشان افهمها لك يعني. هيتروجينس يعني فيها ميكسد من اللايرز، شيل وساند ولايمستون في كده، ده بيسميه هيتروجينس ريزرفوار، رغم ان فيه ساند واه وممكن يبقى بيور ساند بس جواه كشري. لازم عشان احفر احفر هورزونتالي، اجيب من الساند بس. الدرينج لينث هي المسافه الهورزونتال ديسبيسمنت اللي انت منتج منها. الاوبتيمم وول لوكيشن اند ديزاين، لازم ارسم البروفايل زي ما انا عايز. البايلوت هولز، البايلوت هولز دي ابار بتتحفر زي تيست كده او اكسبلوراتي قبل الهورزونتال ويل عشان اشوف الدنيا فيها ايه. بعد كده الايفكت بتاع المد، كل ده حاجه في الويل بلاننج. الكومبوننت بتاعت البلاننج مش هنتكلم تاني، ابار من الجنب يعني يسموها الاوفست ويل، ده الاوفست ويل سيلكشن، التورك والدراج، البي اتش اي، الام دبليو دي، البلد، اي حاجه انت ممكن تتخيلها. والله انت معليك بعد اللي انا شرحته اللي فات ده كله، ممكن تكتب لي كتب وتقول لي الكيسنج ديزاين والسيم ديزاين والهورزونتال ويل بروفايل شكله عامل ازاي والبي اتش اي وكل حاجه. طب لو احنا جينا اتكلمنا عن المط بتاعنا زي ما الباشمهندس كان بيقول لي، الكاتنج يا باشمهندس بتتجمع في الكيك اوف بوينت، اعمل لك ايه يعني؟ حاضر حاضر. طب انا بالنسبه للتارجت كوردينتس التراجكتري شكله ايه؟ حاضر حاضر. طب الجيومتريكال ستيرنج يعني هتحفر بايه؟ هقول له هحفر بجيو ستيرنج. طيب نبتدي بالريك سيلكشن في الهورزونتال ويل. لارج ريج از نوت ريكوايرد ات اول تو دريل هورزونتال ويل. ايه ده الكلام الكبير ده؟ يعني انا ممكن اجيب بريمه صغيره معفنه كده بتاعت ورك اوفر، انا اسف مع احترامي الكامل للورك اوفر يعني، لان انا كنت بحفر دبسات قليله كده بالورك اوفر ريج، انا اللي كنت بحفر بيها يعني. ليه؟ علشان لغايه ما البريمه الثانيه تجهز وتيجي. اللي هي البريمه اللي تحفر ديب دبسز اقصد اقول. هنا انا بسالكم سؤال، ليه احنا ما نقدرش نحفر او سوري، مش لازم اختار سوبر ريج تتحمل اوزان عاليه في الهورزونتال ويلز؟ انا بسالكم السؤال ده، انا بسالكم السؤال ده، مش هجاوب غير لما حد يجاوبني اجابه انا عارفها. طب لما تحصل المشكله دي ايه المناسب في الكونينج بتاع عوده الانتاج للامر الطبيعي؟ حاضر، بس ده بعيد شويه عن المطلوب بتاعنا، زياده مساحه فين؟ طيب ماشي، حاضر هجاوبكم على الاسئله دي بعد في الاخر. طيب ماشي. But isn't the geologist responsible for telling him we went to off the target? ال reservoir engineer مع الجيولوجي. مين اللي بيضحك ده؟ عبد الرحمن، بتضحك على عبد الرحمن. طيب اوكي. نرجع تاني. السلام عليكم موضوعنا. دكتور. عليكم السلام. دكتور يعني انا طبعا اعتقد يعني انه لا راح تكون مترتبه طبعا different layers، اذا انا اجي بنتريشن vertical فراح تكون عندي different layers، وبالتالي الكومبرسيف مالتها والسترينث مالت اللاير راح تكون different، بس اذا احفر horizontal راح اسوي penetration in one layers وبالتالي السترينث مالتها راح يكون معروف. يعني اذا كان السترينث مالتها قليل فراح يكون ممتد على طول اللاير مالتي. انا اعتقد هيك. انا 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 بشكرك جدا حتى على المحاوله ان انت بتحاول. انا بحاسس ان انا ما بشرحش الكورس غير للاخ المحترم العراقي ده. ليه؟ هو بيتفاعل معايا يا جماعه، انا نفسي في الانتر اكشن. لو انتوا كنتوا في الكلاس معايا ان هاوس الموضوع مختلف تماما، درجه الاستفاده تبقى اعلى، البادي لانجوج والانتر اكشن بتوين ذا انستراكتور اند ستودنت، الكلام ده كله شوت كده. عشان كده انا من ضمن التوصيات اللي بوصفها ان احنا نبقى فيه ان هاوس، دي واحده. تاني حاجه يبقى فيه حاجات عن المد، حاجات عن الفورميشن دامج، حاجات عن الريزرفوار روك وفلويد بروبرتيز، حاجات عن الام بي دي، احدث حاجه في العالم اتعملت تو مانج بريشر درينج فور ويل كنترول، يبقى ويل كنترول واندر بالانس ومانج بريشر درينج. دي كلها كورسات انا بقولها والله العظيم فوق مثلا من 30 40 كورس بقدمهم الحمد لله. فكل واحد من دول انا بحاول المها دلوقتي. الراجل المحترم ده بيحاول يساعدني، في حد تاني يقدر يساعدني يا جماعه؟ واي وي شودنت نيد سوبر ريج تو ستاند اول ذس ويت؟ واي؟ هو جاوب وانا ابريشيتد الاجابه بتاعته. انتوا بتقولوا ايه؟ السلام عليكم يا دكتور. انا شايف ان الاجابه ان في الهوريزونتال ويل ان اصلا السترينج تحت هيبقى عامل ستريس على البوتوم بتاع الهوريزونتال ويل. طيب وايه المشكله؟ ما هو بيعمل ستريس، ده مشكله ثانيه. انما انا ليه بقول انا مش محتاج وانا بعمل ريك سيلكشن يا باشمهندس؟ ها هو في حد جاوب على الشات؟ وبالاضافه لاجابه الباشمهندس العراقي صح. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي السوبر ريج بختارها ليه؟ هي كلمه سوبر ريج جايه منين؟ انها بتتحمل اوزان عاليه. انا في الهورزونتال ويل لو انت بصيت على السلايد الجميله دي بيقول ايه؟ بيقول ان البير بتاعي مش عارف ليه مش عايز يتحرك. بص كده، انت متخيل ان الوزن بتاعك بتاع البريمه دي كله نايم على الارض،
زي ما تكون انت حاطط جسمك او سندت جسمك كده، اتسندت على الارض، فجسمك بيريح، فانت الوزن بتاعك مش شايله كله بالهوك، الهوك لود ده مش شايل غير وزن بسيط، وكل الاوزان لاي داون على البطن. فانا في الهوريزونتال ويلز في الغالب مش محتاج بريمه تتحمل اوزان عاليه. ليه؟ لان معظم الويت بيسموها most of the weight exerted on the bottom. خلاص؟ خلاص ماشي؟ هنخش تاني على، وبشكر الاخ العراق وبشكر الاخ عبد الرحمن اللي هو جاوب والاجابه بتاعته موجوده، والاخ اللي كان بيحاول يجاوب. بس انا محتاج ايه؟ محتاج بمبات قويه. زي ما انا قلت كده، مش مهم الرج تكون قويه عشان الاوزان مش عارف متحملها على نايمه على البوتوم، ولكن البمبات should be very very strong. يعني على الاقل تريبلكس بامب الباور بتاعتها بيسموها الهورس باور اوف ذا بامب، التريبلكس بامب اللاينر والرود والحاجات بتاعت البمبات دي والجالون بير مينيت والستروكس لازم تكون فيري افيشنت. ليه؟ 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 السؤال الثاني، ليه؟ يا نهار اسود كده. احنا خلصنا النهارده وشاكرين لكم يا جماعه. محمد عبد اللطيف، ماشي يا محمد، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحتاج مد قوي، لاني انا مش بدور السترنج كله، بدور الجزء اللي تحت بس، وبعدين انا مبقاش معايا الويتم بيت، فبعتمد في الحفر كله على قوه البمبو. في ايه؟ انت بتحوم حوالين الاجابه بس لسه ما جاوبتهاش. ماشي، انا اقبل الاجابه دي بس يعني اعتبرها 60%. في حد تاني بيجاوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يكون صح. يا سلام، ده مين ده؟ احمد، احمد، احمد مين؟ مين احمد يا جماعه؟ ممكن تفتح المايك على احمد بعد اذنك؟ احمد افتح المايك. احمد يا باشمهندس، الإجابة سليمة، أسامة بيقول الإجابة سليمة، برافو أسامة، ماشي. طيب نرجع لموضوعنا تاني في الهول كليننج. أكتر مشكلة قبلاني، هو أنت مش عايز تتكلم ليه يا أحمد؟ أنت فاصلنا ولا إيه؟ باشمهندس أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوه أنا ما كنتش عارف إن أنا وأحمد أنا. أيوه أنا بتقول في الهول كليننج؟ لازم يكون هو دي أكون أكبر مشكلة لو في كاتنج كتير، ولازم يكون المضي يعني نعمل بامب عشان نعرف نشيل كل الكاتنجز، وكمان عشان بس شكلك انت مش مصري يا هندسه. انا مصري بس، مصري بس عايش بره. عايش بره لسانك كده، قلب على سوري، قلب على كده يعني. طيب تمام، اهلا بيك طبعا. اهلا وسهلا، وانا برحب بالاجابه الجميله دي. بيقول لي فور هول كليننج، يا جماعه انا وانا بحفر الابار دي بتقابلني مصيبه، هي عباره عن الهول كليننج زي ما هنشرحها دلوقتي وهنتغلب عليها ازاي. ليه معليك؟ لان كل الكاتنج تند تو فول داون هير، يبقى انت محتاج بمبات عشان تنزل تغطي الجزء ده وتعمل سيركيوليشن، رغم ان هي بتبقى صعبه جدا. هو ده، بالاضافه الى الاخ قاله اللي هو تقريبا عبد الرحمن او احمد، ان هو بيقول لك عشان فور روتيشن او ار بي ام بتخدم، لان هنا مش بحفر بالويت. ليه؟ لان الويت كله اكزيرتد على البطن، فمش قادر ازق. بس انت بتحفر بيها يا جماعه ببارامترز اسمها دريلينج بارامترز. تحفر الار او بي جاي منين؟ جاي من المد ويت. كل ما كان المد ويت تقيل او عالي، كل ما كان الحفر بطيء. كل ما كان الار بي ام عالي، الار بي ام يعني روتيشن بير مينت، ادور المصير بسرعه اعلى زي الشنيور اللي في الحيطه او الدريلر اللي انت بتحفر الارض، يبقى الار او بي عالي او الريت بريتريشن عالي. كل ما انت سنترت المواسير هتحفر بصوره افضل. طول ما انت زودت الجالون بير مينت او البريشر بتاعي اللي هو داخل في المواسير وطالع منها في الانولس، كل ما عملت كويسه كل ما حفرت بصوره افضل. هنا النوع من الحفر مختلف، مفيش ويت، مش عارف اوصل ويت يا عيني، اعمل ايه؟ بشتغل بالجالون بير مينت والبريشر والفيسكوستي. يعني كل ما كانت الفيسكوستي بروبر هنشوفها دلوقتي، وكل ما كان الفلوريت عالي، فبعمل بوشنج ليها بمور شويه ار بي ام، لان في الابار دي يا جماعه انا محتاج سلايدنج كتير. سلايدنج يعني ايه؟ مفيش ار بي ام خالص عشان احافظ على زاويتي واتجاهي، وفي الاخر بحفر بطريقه معينه هورزونتال بالسلايدنج، فمش قادر اوصل الويت على البوتوم، فبشتغل بالجالون بير مينت والفيسكوستي. ده كلام جميل. فور بيتر هول كليننج يو ماست يوز واتس كولد، الحته اللي احنا بنقول عليها البمبات بتبقى قويه شويه. امبورتنت
when the selection rig for horizontal well. في حاجتين you should keep in your mind when while to design this well. Rig selection, it's not have to, you not have to choose a rig, super rig, because the load is exerted on the bottom. And the other thing, the pump should be very efficient and very high horsepower. Because of what? Because you have to get a very big problem, especially in highly deviated well, especially if the angle is reached 90. This is the worst case, which is called horizontal well. All the cutting fall down in the horizontal bed, and you need to clean it, or hole cleaning تحتاج horsepower عالية في البمبات عشان الhole cleaning ينظف الويل كويس. وخصوصا ان كل cutting بالجرافت واقع تحت وبتتحشر ما بين الماسور وما بين الويل. ولكن انا مش محتاج قوي ان انا يبقى عندي هورس باور عالي للهوك لود، لان انت معالي الباشا كل البوتوم بيستحمل انك يشيل عنك شويه، يشيل عنك شويه من البيت شيء زي ما احنا عارفين. البيت سب اللي هي الوصله اللي بتصل من الماسورتين، والدريل كولر زي ما عادي، والاستابلايزر عادي، والريمر عشان الابار اللي بيوسع في الهول شويه، والجار والكيسر برضه حاجه بتعمل ويبنج كده او توسع في الهول، ها، والام دبليو دي والموتور. انا اول ما بتكلم على الهورزونتال بتكلم على الاثنين دول، المد موتور على طول والام دبليو دي مع الهيفي ويت مع الدريل كولر مع اي حاجه انت عايز تحطها. ولكن انا بشتغل في الطريقه القديمه بالويب ستوك اللي احنا الماسوره المشطوفه اللي احنا قلنا عليها، وفي الطريقه الجديده بالموتور اللي احنا اتكلمنا عنه، والطريقه القديمه برضو مع الدقاق ده، الدقاق ده النوزل، والطريقه الاحدث شويه المد موتور، والطريقه الاقدم او اللي هي بيسموها الاستابلايزرات، او ان انا استخدم دلوقتي الروتر ستيربل سيستم اللي هي الصوره دي، دي احدث حاجه في الدنيا بشغل بحر برضو ان شاء الله لو ربنا احيانا 11 فاضل كمان ساعه ان شاء الله. طيب شيت ايه باشمهندس محمد؟ يا دكتور مع حضرتك الشيء شير سكرين ظهران. تمام. طيب هو اللي حصل بس عشان البطاريه كانت فاصله بالسيستم اللي انا عمال احركها قدامك، دي بتتحرك ولا هي بس قدامي بتتحرك؟ اهي اللي على اليمين دي. ففي الديفليكشن تول الاستابلايزرات اللي احنا قلنا عليها ان انا احط
دكتور احمد حضرتك معايا الشير سكرين وقف وحضرتك قطع. نبدأ تاني يا جماعة. تمام يا دكتور. ماشي تمام. سوري فور ذات. طيب نكمل تاني. احنا بنتكلم على الشورت والميديوم واللونج راديوس كأنواع من الهورزونتال دريلنج. وبنتكلم على الديفليكشن تول. يعني ايه ديفليكشن تول؟ اللي هي التول اللي انا ببني بيها زاوية. الويب ستوك المصورة المشطوفة اللي احنا شفناها اللي هي الويدج شيب اللي انا شورت لك عليها قبل كده اللي هي عاملة كده. والبت جيتنج اللي هو النوزل بتاعت الدقاق دي بيقفل النوزل وبيفتح النوزل فبيروح في اتجاه تاني بس طريقه قديمه وعتيقه وما بتستخدمش لانها كلها ايرور. المات موتر اللي هو الاخ اللي قدامك ده اللي هو ده اللي هو عباره عن ان انا ببني بيه زاويه او بهد بيه زاويه او بروح بيمين او بروح شمال زي ما احنا اتكلمنا قبل كده لو تفتكروا. وكمان الموتو اللي هو الروتر ستيربل سيستم اللي هو الاخ ده اللي على اليمين ده اللي انا ممكن اعمل بيه ديفليكشن في اني تايم والروتري اول ذا تايم مش بعمل سلايدنج وجزء من الموتور ده بس اللي بيتحرك. كنا اتفقنا امبارح ان في جزء بس بيتحرك وكل المواسير ثابته في الموتور ولكن الروتري ستيربل سيستم زي ما هنشوف بالفيديو دلوقتي ان هي بتتغلب على المشاكل اللي ممكن يعملها للمود موتور ويستك في الجزء اللي هو نون روتيتنج بارت ولكن الجزء ده مهم جدا ان انا اشتغل بيه اللي هو بيسموه روتري ستيربل سيستم روتري اول ذا تايم. فعندنا الهورزونتال دريلنج ده في ثلاث انواع في شورت راديوس وفي ميديوم راديوس وفي لونج راديوس. الشورت راديوس بتنزل بتبني زاويه مره واحده وهو الانجل بتاعتك بتبني زاويه من 1 ل 3 و5 من 10 ديجري لكل مثلا 16 فيت. انت لكل انا اسف من 1 ل 3 ديجري لكل فيت. يعني كانك بتبني درجه لكل فيت ودي صعبه جدا. والرادياي بتاعك اللي هو الراديوس او الراديوس والكيرفيتشر من 75 ل 16 او من 16 ل 57 فيت. الميديوم زي ما انت شايف من 8 ل 20 كل 100 فيت يعني كل فين وفين لما تبني درجه فده الميديوم راديوس وده اتراكتيف لان ده نوت اتراكتيف اني مور مش ماشي كويس. اللونج راديوس ده كانك بتحفر بير فيرتيكال انت متخيل الزاويه بتاعتك اللي بتبنيها البيلد ريت عندك من 1 ل 6 لكل 100 فيت يعني بتبني زاويه لكل انت معايا يا جماعه متابعين مع باشمهندس محمد؟ ايوه دكتور مع حضرتك. تمام. طيب في حد كان سالني سؤال مهم امبارح انا عرفنا حاجه عن الدريلنج بتاعت الهورزونتال ويل ولكن دلوقتي هو بيسالني بيقول لي طب انا اعمل ايه في الكومبليشن بتاعه وازاي احط الكيسنج بتاعتي. دلوقتي هنشرح جزء خاص بالدريلنج والكومبليشن. الشورت راديوس هشرح واحده منهم لان الميديوم واللونج راديوس يعني هو جزء نظري بس عايزك تبقى عارف ايه الادفانتج والديس ادفانتج بتاع الشورت راديوس. ده بيقول لي الادفانتج بتاعته ان هو فيري بريسايز في الفيرتيكال بليسمنت مور ذان ذا ميديوم ولونج راديوس. يعني هو دقيق شويه في الفيرتيكال ديسبليسمنت يعني اول ما بتبتدي فيرتيكال لانك بتحفر مره واحده وبتنزل دايركشن مره واحده.
اتراكتيف اون سمول ليز، في الحاجات اللي فيها بقدر اجيب بترول من حته صغيره جدا لا تتجاوز ال 100 فيت. دريلنج فروم اكزيستنج ويل، يعني ممكن تحفر بير وتخش مره واحده دايركشنال او هورزونتال. ليس اكسبنسيف عشان المسافه بسيطه جدا برغم انه مكلف برضه. ليس ريسك لان هي المسافه صغيره. ليس ريسك ان بور ازوليشن بتوين ذا فلويد زون، لو انت عندك فيه زونز منتجه اكتر من واحد ممكن ان انا تبقى المخاطر بتاعه الزون لانها مش كبيره قوي فما فيش بريشر، فالزون هنا يعني الى حد ما ليس ريسك. ولكن له ديس ادفانتج اللي هو الاخ ده اللي هو بيسميه الشورت ريديوس اللي موجود عندك على الفي دور ده. هو بيقول لك ان ريكوايرد كاستمر دريلنج اكويبمنت غالي مكلف. ليه؟ لان الارتكيليتد اكويبمنت هنا بتحتاج اكويبمنت معينه عشان تبقى الالاستيستي بتاعتها بتبقى عاليه او المرونه بتاعتها بتبقى عاليه، مش اي اكويبمنت، عشان كده بيسميها بري مانيوفاكتشر اكويبمنت، مجهزه مسبقه. اكسسيف نمبر اوف تريب، انت محتاج كل شويه عشان تبني الزاويه دي اطلع وانزل اطلع وانزل اعمل كيك اوف بوينت تاني وانزل ودوج ليج ووب وتبني فانت محتاج اكتر من تريبايه. تول سترينج از هايلي سبيشاليزد، زي ما انت شايف السترينج بتاعتك معموله بعنايه او معموله وبتبقى اكسبنسيف. الهورزونتال درينج اوفن 400 فيت، اقصى حاجه ممكن يعملها 400 فيت، عشان كده حاجه بسيطه جدا بتاع 100 متر بس منتجين. فطبعا ده مش اتراكتيف ابدا، يعني انا ايه اللي يخليني احفر 100 متر منتجين؟ ليميتد ان اوبن هول كومبليشن، يعني دايما في مشكله الاوبن هول ده ما بيش اتراكتيف ابدا، لازم كيس دو هول وعشان اقدر اتحاشى اي مشكله ممكن تحصل، فهو مش كويس ابدا في الاوبن هول، وخصوصا المسافه بتبقى بسيطه فبيبقى فيه فورميشن ده مش عالي. ما اقدرش اعمل كورينج، ما اقدرش اعمل لوجينج، ما اقدرش اعمل اي حاجه. الكومبليشن بتاعه الشورت ريديوس كومبليشن فور زونال ازوليشن، زي ما انت شايف كده ادي بيبتدي من هنا وادي الريتريفر باكر، بالبكر اللي بيمسك الكيسنج في 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 في, في الدريل سترينج او في التيوبنج سترينج، بينزل زي ما انت شايف اللي هو 2 3 8 تيوبنج سترينج اللي هي بتاعه البرودكشن. هنا الويب ستوك اللي هو ده بينام عليها اللي هي الجزء المتني ده عشان دي تمشي عليها، ودي الريتريفر باكر بتبقى بريدج بلاج عشان تفصل الجزء اللي تحت عشان الزيت لما يطلع في الجزء ده بس. وكمان في ضمن الكومبريشن بتاعته حاجه بيسميها اللي هي بيسميها ايه زون الازوليشن، يعني لو انت الزون ده منتج والزون ده منتج وعملت برفوريشن هنا وهنا ده ممكن يكون طبقه سولت او طبقه ووتر هنا، فانت بتعمل لها ازوليشن بما يسمى زون الازوليشن ان شورت ريدس، ده بيسميه شورت ريدس. الميديوم ريدس برضه له حاجه اسمها ادفانتج وله ديس ادفانتج مش هنشرحها. اللونج ريدس ادفانتج وديس ادفانتج، ولكن الكومبريشن المهم بالنسبه لكم عشان الكورس ما يبقاش بس دايركشن دريلنج، دريلنج اند كومبليشن تكنولوجي اسمه كده الكورس. الكومبليشن بتاعنا فيه اربع انواع، في سلوتد لاينر، في اوبن هول، في كيسد هول اند سيمن، في زون ازوليشن، في حاجه اسمها سلوتد لاينر اند اي سي بي، هنشوف الكلام ده حالا بالصور افضل. السلوتد لاينر زي ما انت شايف كده وانا بحفر بير انزل له كيسنج لغايه هنا وبعدين انزل كمان شويه لغايه دبس تاني اعمق شويه وانزل كيسنج، دي علامه الكيسنج بالمناسبه، وبعدين احفر دايركشن الكيك اوف بوينت قدام عينك اهيت، وبعدين هنا لو انت حفرت فيرتيكال بتخيل ان هو وصل للتي دي كده ولكن هو بيحفر دايركشن وبينزل هنا السلوتد لاينر. يعني ايه سلوتد لاينر؟ يعني لاينر متخرم بري مانيفاكشر. ايه بس انت عمال تشغلط ليه؟ وفي سيناريو كده بينكم وبين بعض ما اعرفش تتكلموا بعض مش بتكلموني يعني. طيب كلمه السلوتد لاينر يا جماعه دي بعملها امتى؟ لو انت شفت الكيس ستادي دي بيقول لك اوستن تشوك، كلام كلمه تشوك وجدت هو ده العباره عن اللايم ستون الكومبتنت اللي انا كنت بتكلم عنه امبارح عشان باشمهندس بيقول لي ايه هو انت بتنزل كيسنج ازاي؟ لو انت عندك الفورميشن كومبتنت متماسك زي ما بيحصل في العراق وفي ايران وفي سوريا، في جزء منتج هناك اسمه شرانش فورميشن انا فاكره في سوريا، ده شرانش كومبتنت لانه هو لايم ستون فراكشر، فانت مش محتاج ابدا انك تتعب نفسك وتنزل كيسنج وتخرم جوه اللايم ستون، او على الاقل تنزل حاجه اسمها سلوتد لاينر. يعني ايه لاينر؟ يعني هانجت كيسنج متعلق، يعني مش واصله لغايه فوق، انما كيسنج دي واصله لهنا ودي واصله لغايه هنا، ولو انت نزلت كيسنج توصل لغايه هنا، ولكن هنا انا بعلق كيسنج في كيسنج عن طريق البكر اهو، دي كيك اوف بوينت بعلق ده في ده عن طريق ايه؟ ده اسمه سلوتد لاين. كلمه سلوتد يعني ايه؟ متخرم، كانك ماسك مصفه منزلها جوه البير بس كانها ماسوره متخرمه. طب ليه كده؟ عشان انت مش هتقدر تخرم في الفورميشن ده لو هو ساند ستون، وممكن تنزله في لايم ستون وممكن تسيبه اوبر هول كومبريشن، يبقى الكومبريشن هنا
open hole compression if it's competent formation like limestone. If it's not competent, you can use what's called slotted liner. يعني ايه؟ ما هنا ده مكان مين؟ مكان الكيسنج اللي انا ممكن انزلها واخرم فيها. مش انا بعمل برفوريشن وانا بعمل كده؟ اه، بس انا ممكن استغنى عن البرفوريشن لان البرفوريشن ممكن تعمل لي فورميشن دامج، فنزل حاجه اسمها سلوتد لاينر، يعني ماسوره متخرمه احطها في البيت. سهله جدا وعلقها هنا. طب تقول لي انها بتتحرك، ده بالذات في الحاجات الكومبتنت زي ما انت شايف كده سنه 87 عملوها في استراليا في التشوك بتاع في تكساس يا ربي في الاوستن تشوك اللي كان موجود هناك عملوا سلوتد لاينر. امال ايه ده؟ ساند سكرين. لو انت عندك بتنتج ساند ولا حاجه حط الساند سكرين مع الكومبليشن اكويبمنت عشان تفصل لك الساند من البتاع، ساعات تنتلي وساعات اغير الساند سكرين في حاجه اسمها الورك اوفر كده. ايه السلوتد لاينر ويز اي سي بي؟ ساعات وانت بتحط السلوتد لاينر عشان هورزونتال ويل بينام على الارض، يعني بالجرافيتي بي 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 بيبقى سيتل داون، عشان كده بحط له حاجه اسمها اكستندد كيسنج باكر اللي هو ده، ودي 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 من بره كده بيثبته في سقف البير اللي هو الكومب اللي هو الفورميشن اللي عندك، وبالتالي هو حفر هنا نزل كيسنج هنا، حفر هنا نزل كيسنج هنا، نزل كده وحفر لغايه هنا وعمل لاينر هنا وعمل لاينر هنا وراح نزل السلوتد لاينر مع ما يسمى الاي سي بي زي الكيس اللي قدام عينك دي. دي في حته فين حته فين حته بس مش شايفها بصراحه مش باينه قوي. اليوكي بالمناسبه احنا حفرنا هناك في بحر الشمال عبار، وكانت مشكله كبيره الاورينتيشن بتاع الرج عشان الويف اكشن والويند اكشن كنا بنثبتها بالقمر الصناعي. طيب نرجع للقصه بتاعتنا، يبقى ده سلوتد لاينر اي متخرم مع وجود اكستندد كيسنج باكر، وفي الاخر بيحط بريدج بلاج عشان يعزل من هنا، ودي بس مجرد تثبيت للاخ ده عشان تسنطره. في حاجه تانية اسمها سيمنت اند بيرفوريشن، حفر البير هنا ونزل كيسنج هنا ونزل كيسنج تانية ونزل كيسنج ثالثه، وبعدين حفر من هنا ونزل المواسير لغايه هنا بتاع تيوبنج سترينج، وبعدين نزل لغايه هنا وساب دي اوبن هول اهو، اوبن هول الحته دي اوبن هول وممكن يخرب فيها كل حاجه لو هي كومبتنت. هنا نزل سيمنت ويز بيرفوريشن اسمنت مع وجود الكيسنج، حتى علامه الكيسنج اهي 5.5 الكيسنج اللي نازله لغايه دبس 9000 وشويه 9900، ونزل دي اوبن هول ممكن في الاوبن هول يخرب لو الفورميشن كومبتنت، وممكن يعمل اوبشن تاني ينزل كيسنج ونزل سيمنت. طب الكيسنج اللي انت منزلها مين؟ هنشوف شويه فيديوهات عشان تعرف نوع الكيسنج اللي الاستيك قوي اسمها سويلنج كيسنج او اكسباندبل كيسنج اللي تقدر بتزيد في الوزن. طب في كمان اوبن هول كومبريشنز اللي احنا قلنا عليها جوينج بروبلم تريتنج اند تيستنج، لو انت ماشي كده فبيعمل اسيد جوب كانه نوع من التخريم بيعدي كده زي هوز، والهوز ده فيه اسيدز ويقدر يخرم بالذات في اللايم ستون في فورميشن. يبقى احنا قلنا اربع انواع سلوتد لاينر اهيت، وفي الاخر اوبن هول. هو اوبن هول ده جابها ثاني واحده بس هي اخر واحده، سلوتد لاينر كيس والسيمنت زون الازوليشن سلوتد لاينر اكستندد كيسنج باكر. خلاص يبقى هي دي الاربع انواع اللي احنا قلنا عليهم ببساطه شديده جدا. وهنا اوبن هول كومبليشن بس بيحط هنا انفليتد باكر علشان يعزل الزون ده على الزون ده، وهنا برضه بريدج بلاجا عشان يعزل الزون ده، وهنا بيعمل الاسيد جوب بتاعه، ودي التيوبنج سترنج اللي هي نازله هنا جوه ده، وبيعمل الاسيد برضه كنوع من البرفوريشن. هو يقصد بيها مكان البرفوريشن ممكن تعمل نوع من الاسيدز بالذات في اللايم ستون لو هي كومبتنت. كيس ستادي مديلي في زوسر في مصر تقريبا في جاكا بريج، حفرنا بيه الهورزونتال، وكانت الداتا بتاعته اللونج ولاد بتاعته الهورزونتال ديسبيسمنت، وده شكل البير الحقيقي اللي احنا رسمناه، وبعدين الكيسنج ديزاين والسيم ديزاين الكلام اللي انت عارفه قبل كده، وبيحسب حسابات الكيسنج الثلاثه اللي من بره الثلاثه الكولابس والتنشن والبرست. يعني ايه كولابس والبرست والتنشن؟ يعني الكيسنج متعرضه حسب بمعادله التنشن، الماسوره الواحده شايله كل المواسير اللي تحتيها ببلود معين، دي بيسميها التنشن. البيرست هي الانترنال فورسز اللي بتاثر على الماسوره نتيجه دوريلنج فلويد بيعدي جواها، والاسمنت لازم تتحمل الضغوط الخارجيه الكولابس، والداخليه البيرست، والتنشن اللي هي اللود. يبقى لازم دول يتعملوا في حساباتنا. وادي الكيسنج جريد، وادي السيمنت، وبيحسب حسابات الاسمنت وحساباتك الدريل سترنج كمان، وفي الاخر خالص ده في نوع اسمه بارافوت بيبقى اوبن هول كومبريشن بتسيبها فاضيه، وهو ده البارافوت. في نوع كيسنج زي ده السلوتد لاينر متخرم سواء في الفيرتيكال او في الهورزونتال. في نوع اسمه سيمنت انتي بيرفوريشن اهو سيمنت ويخرم الكيسنج ويخرم الاسمنت حواليه، وفي نوع اسمه اوبن هول اهو
ولكن بيحط سكرين بس فيها، هي دي مش كاسكرين بس عشان يعلق فيها الساند جرافل باك عشان الكاسكرين. وفي نوع بقى فيه كل حاجه، ساند جرافل باك فيه كيسنج وسيمنت وتخرم، ولكن عندي فيه ساند بيست جرافل باك سيبريشن. دي انواع الكومبليشن وانواع الاستيميليشن، مش هنتكلم عنها في لان ده مش موضوعنا خالص الاستيميليشن تكنولوجي. ده الجزء الاولاني بتاع الهوريزونتال ويلز اللي انا عايز اشرحه. ولكن انا في عندي جزء مهم جدا اللي هو الفيديو اللي انا عايزه تبص عليه وتريح معايا كده وتستمتع بالقصه بتاعه الفيديو بفيلم رائع رائع عراقي اخوه العراقيين عاملينه. شيرنج سكرين هستوب دي واستمتع معايا باللغه العراقيه الجميله وبالتكنولوجيا العاليه وبالترجمه الجميله جدا. قدامك يا باشمهندس؟ ايوه اللي هو الفيديو بتاع وزاره النفط صح؟ باشمهندس موجود؟ اه دكتور مع حضرتك. الفيديو واضح تمام وباين والصوت وصوره كل تمام تمام؟ اه دي وزاره النفط العراقيه عامله فيديو يا جماعه من معهد النفط في بغداد وقسم النفط عامله الفيديو ده، واسمع النفط ده كويس، اسمع الفيديو ده كويس. أسلوب تنفيذ عملية الحفر الأفقي. ما هو البئر الأفقي؟ يقصد البئر الأفقي بأنه هو البئر الجليد والذي يحفر من السطح وينتهي منه. أما الأبار التي تحفر من منتصف أو أسفل الأبار المحفورة سابقا الميتة فتسمى re-entry wells أو بمعنى آخر آبار جانبية متشعبة. نبذة تاريخية عن الحفر الأفقي. تشير المعلومات الواردة في المصادر العلمية العالمية والمعاهد التخصصية والجمعيات العلمية العالمية كجمعية مهندسي البترول وجمعية مقاولي الحفر إلى أن الحفر الأفقي هو وليد الحفر الموجه أو المائل، وقد كانت بدايته عام 1900 من قبل شركة أمريكية، حيث كان طول البئر الأفقي من 10 إلى 7 متر محسوب من مركز البئر العمودي. وأسس نشاط في حينها، ومع تزايد الحاجة إلى مصادر الطاقة عالميا وتطور تكنولوجيا الحفر المائل، عادت الشركات مرة أخرى ومارست نشاطها عالميا حتى حققت شركة ألفا أوكتين بئرا أفقيا بالنفط في السبعينات، بعد أن كان النشاط المرادف له في السابق متخصصا في أحياء الآبار الميتة، وذلك بحفر العديد من الآبار الفرعية من منطقة محددة في البئر القديم. مبررات الحفر الأفقي. يتم حفر الآبار الأفقية لمعالجة المشاكل المكملية المستقبلية أو الآلية، وكذلك استخلاص النفوذ من مكان خصوصية. أولاً، زيادة إنتاجية الآبار لعشرات المرات أو أكثر. استخلاص البقع النفطية المتروكة ما بين الآبار العمودية الميتة والتي غطتها المياه المكملية. ثالثا، زيادة نسبة الاستخلاص recovery. رابعا، معالجة مشكلة التقمع المائي والغازي. خامسا، استخدام النفط الخام من المكان المتشققة طبيعيا وعموديا. سادساً، استخراج النفط الخام من المكان القليلة النفاذية والمسامية Laboratory and Permeability Reservoir. سابعاً، استخراج النفط الثقيل. ثامناً، المكامن المتصدعة والمكامن المجاورة للقبب الملحية. تاسعاً، المصائد الطبقية النفطية. عاشراً، المكامن التي يصعب الوصول إليها عمودياً. المكامن القليلة السمك Reservoir. ثاني عشر، المصائد النفطية المتقطعة أو الغير متصلة. ثالث عشر، أسباب بيئية. رابع عشر، المكان
يا دكتور أحمد، بعد إذن حضرتك الصوت فصل. دكتور أحمد حضرتك معايا؟ هو يا جماعة الفيديو كبير جدا وتعليمي رائع، يعني فيه حاجات كثيرة جدا، فأنا هكتفي بالجزء ده عشان نبتدي نتكلم على المالتي لاترال ويل، عشان برضو الوقت ما يسرقناش. يبقى أنتوا عرفتوا حاجة عن الهوريزونتال دريلينج كومبليشن وحاجة عن المالتي لاترال ويل اللي جاية، فاحنا بنعتذر بس لغاية الفيديو ده، وبرضو هنشوف طريقة كده ندي لكم بيها الحاجة ديت إن شاء الله. ماشي يا باشمهندس محمد؟ طيب حد له السؤال؟ تمام دكتور أحمد مع حضرتك. حد له سؤال في الجزء اللي فات ده يا باشمهندس؟ من ناحية الهورزونتال دريلنج يا جماعة، حد له أي سؤال؟ يا دكتور، هو في سؤال في الشات بوكس بيقول How does horizontal wells reduce sand production؟ جميل. بص يا سيدي، الساند برودكشن ده لما جم يقيسوا الفيلوستي بتاعت الفيرتيكال ويل كبرودكشن، الساند برودكشن بيحصل في الابار بس اللي فيها ساند، يعني لما الريزرفوار بتاعي يبقى ساند مش لاين، يسموها المايجريشن، نتيجه اختلاف الدروب في البريشر ما بين الريزرفوار والهول نفسها او البير نفسه. البريشر دروب ده مقصود ان عند الهيدروستاتيك قليل قدام الفورميشن بريشر، فبيجي وهو داخل مره واحده كده، فبيدخل معاه جزء من الروك فريجمنت، دي يسمى الوتابيليتي التريشن، او ان الوسط بيتغير من اويل ويت لووتر ويت او العكس. وكمان البريشر دروب ده بياخد معاه في اتجاه النقصان، بمعنى ايه؟ هو دايما البريشر بيتنقل من المكان العالي لمكان اللي هي دلتا بي، من المكان العالي للمكان القليل، او المكان اللي فيه بريشر عالي، المكان اللي فيه بريشر عالي جوه الريزرفور، المكان اللي فيه بريشر قليل الهيدروستاتيك بريشر بتاع البير او بالكومبليشن فلويد اللي انت حاطه. تمام. بص تلاقي بيتحرك الزيت مع بعض الروك فريجمنت، ودي صوروها وعملنا لها سيميوليشن في بعض اللابات، حاجه اسمها فورميشن دامج سيل. لو ان في بعض الفاينز اللي هي بتتحرك من جوه الفورميشن باتجاه الهول، دي بتعمل ايه؟ بتعمل كواجوليشن وتتجمع وبتسد لي كل حاجه، بتسد لي حتى البيرما بالفورميشن، وبتسد لي السكرين، عشان كده كل شويه اغير السكرين وانضفها، او بيعمل من وقت للتاني حاجه اسمها ساند جرافل باك. ساند جرافل باك بيزقه بجرافل، بيحط سكرين بطريقه معينه وبيضخ فيها بعض الساند اللي له مواصفات معينه، يزق شويه الساند ده، تبص تلاقيه ينتج ويرجع يتسد تاني. الساند برودكشن ديورينج العمليه بتاعه الفيرتيكال ويل، الفيلوستي بتاعه الموفمنت بتاعه الليكويدز مع الروك فريجمنت تبقى اسرع دبل على الاقل 2 تايمز للهورزونتال ويل. في الهورزونتال ويل ده في فيلم فيديو كامل عن الموضوع ده، اللي هو اتنقال السوائل بالذات الساند برودكشن ديورينج فيرتيكال كومبيرد ويز هورزونتال ويل. لما تيجي تحفر هورزونتالي، الساند نفسه الحركه بتاعته والموفمنت بتاعته بتبقى اقل هورزونتالي عن الفيرتيكال، عشان كده بيبقى انتاجه اقل من الابار الفيرتيكال، عشان كده ده محبب او ان انت تحفر بالشكل الهورزونتالي تو افويد ساند برودكشن. تمام يا دكتور. في سؤال من اكرم عمر برضو بيقول ازاي اعرف ان انا وصلت للتارجت وانا بحفر؟ ده سؤال كويس. طيب هو الفيديو اللي شغال، بس انا بس ثانيه واحده كده. لا ده على حاجه ثانيه خالص. طيب horizontal drilling wells expandable. اه الفيديو اللي انا كنت عايز اقوله لك، انا بس هرجع لسؤالك اهوت، بس ده الاكسباندبل كيسنج اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها، هعمل لها شيرنج بس ونبتدي نجاوب على السؤال بتاع الباشمهندس، لانه سؤال متشعب شويه. بص هندسه على الفيديو ده وقول لي ايه رايك فيه، عشان انت كنت بتسالني على الاكسباندبل كيسنج، او بتسالني ازاي ينزل كيسنج. بص الكيسنج دي بيضخ فيها هيدروليك فلويد
او بالار بي ام ممكن تشتغل او بالتنشن. بص بتتنفخ جوه البي زون، تخش جوه الحته حاجه اسمها سلوتد لاينر كده، او حاجه بيسميها، لا لا مش سلوتد لاينر، انا اسف، حاجه بيسميه سبليتر. بيبقى فيه نوعين في المالتي لاترال، هوريه لك دلوقتي. بص بتتنفخ الكيسي وبتاخد شكل الهول سايز الجديده، يعني هي كانت الدايمتر بتاعها اقل كتير، فبتنزل كده عشان ما تتحشرش. وبتاخد حتى لو شفت النوع بتاعها مش هتلاقيها زي الانواع الثانيه العاديه كيسنج العاديه هارد وستيف واجريسيف، لا دي بتاخد بتبقى الاستيك، بتاخد شكل الهول، ودي بيسموها اكسباندبل كيسي، عشان انت تتخيل بس المنظر عشان تبقى عارف. طيب نرجع للقصه بتاعتنا، وهو ان الباشمهندس بيسال بيقول هو انا اعرف ازاي ان انا وصلت للتارجت ازاي؟ ها حد يقدر يجاوب يا جماعه؟ ها عم احنا معانا ناس اكينه هو راجل، يعني تالي اللي احنا شرحناه ده كله مش هيفهمه لانه هو تقريبا بيتكلم انجليزي يعني. فانتوا يا جماعه خليتونا نتكلم في العربي، فالناس دي بعيد عننا شويه. مش عارف اكين بيسال سؤال اخر. طيب السؤال الاولاني الاخ اللي بيسال بيقول هعرف التارجت ازاي؟ الصوت بيقطع يا باشمهندس. دكتور احمد اه بتكلم ده دكتور، بتكلم عربي عادي والله. منين يا باشمهندس؟ من جنوب السودان ولا من الشمال؟ جنوب السودان. من جوبا؟ من جوبا. انا كنت عندي سؤال. عندي سؤال يا استاذ. I really appreciate you because you are providing us with a good information about drilling and specific in directional drilling. So my question is, أنا كنت عاوز أسأل إنه خدنا logging well drilling وخدنا measuring well drilling. My question is about how can we run the tool of casing for logging? How can we run it in the drilling directional drilling? يعني عشان اعرف السمن كونديشن، هل there is bad سمن كونديشن لو انا بعمل سمنتنج وكيسنج في الهوريزونتال بير. حاضر، ده سؤال هو محاضره انا كنت هدوس عليها، بس ده محاضره كامله اللي هو ايه انواع التول وازاي تتغلب على المشاكل اللي ممكن منها، اللي هي الهاي انجل دي من ناحيه الهول كليننج من ناحيه، ومن ناحيه انك توصل الويت على الدقه من ناحيه، ومن ناحيه انك تتغلب على الكي سيت او الدوجليج، والاهم من ده كله الحته اللي انت قلت عليها، ان انا لو بنزل كابل، انا هفتح الكاميرا عشان تفهم الحته دي، ان انا لو بنزل كابل يا باشمهندس اكيد الحته ده هيت لو انت بتنزل بوار لاين زي ما انت شايف كده ماشي، لو لغايه 10 20 درجه الكابل هينزل كوار لاين عشان كلوجينج تول او ام دبليو دي او وير لاين ماشي، اما فوق ال 30 درجه عمر الكابل ده ما هينزل عشان يغطي لك الجزء ده سواء ام دبليو دي او ال دبليو دي ام اجري. عشان كده في حاجه اسمها الترناتيف تول يو شود ران وذ ات، اللي هي حاجات مساعده ليك، اللي هي ايه؟ ال دبليو دي من الاخر او الام دبليو دي حاجات بتنزل جوه المواسير حفر، فمش محتاج واير لاين او محتاج ان الكابل يقف في حته معينه ماشي. في طريقه ثانيه اسمها بايب كونفي لوجنج تول، بيربط مع مواسير الحفر المواسير الواير ده زي الواير لاين بالظبط، وبيربط معاه مواسير حفر من بره وبينزل بيها وهو طالع يقيس. ده طريقه ثالثه. في طريقه رابعه او طريقه ثالثه اسمها بي سي ال بايب كونفي لوجنج تول، وفي حاجه اسمها كويل تيوبنج. الكويل تيوبنج الكويل تيوبنج اللوجنج تول بيحط الكابل جواها وبينزل بيها عشان يبقى ريجيد شويه، ده حاجه الترناتيف. ولكن اكفأ طريقه ان انا انزل بيها الجزء اللي انا قلته الام دبليو دي والال دبليو دي، مش محتاج الكلام ده كله، ولا محتاج انك تربط من بره ولا من جوه، لا انت محتاج بس انك تنزل بستيف اسمبل جواها السنسور، فالام دبليو دي كان راندا جوب. هو ده سؤالك ولا حاجه ثانيه؟ السؤال تمام يا دكتور احمد، بس انا كان سؤال بالظبط كده في ان ازاي طبعا الام دبليو دي والال دبليو دي حاجات احنا بنعملهم واحنا بنحفر بناخد داتا ان ريل تايم،
فأنا سؤالي كان بتكلم إن بعد ما حفرنا وعملنا الكاسين والسمنتين المفروض ننزل أجهزة بتاعت كاسين كاسين هول لوجين اللي هو BLT Production Logging Tool. فأنا كنت بسأل إن إزاي أعرف أنزل الأجهزة دي في الهوريزونتال وير، يعني ما بتكلمش على ال WD وال MWD، لا بتكلم على الكاسب هول لوجين اللي هو برودكشن لوجين. مش مهندس محمد، هو انا مش سامعه كويس، انا يعني مش سامع السؤال، انا جاوبته كده بالبركه يعني، بس مش سامع. هو صوت فعلا بيقطع، ممكن انت تسمع منه السؤال وتقوله لي؟ ايه تمام، بعد اذنك مش مهندس ساكين، لو حضرتك تقدر تكتب السؤال بالظبط في الشات بوكس لان صوتك بيقطع جامد يبقى بالزبط. احسن يا ريت. ماشي، وانا في انتظار السؤال. اما بالنسبه للسؤال الاولاني بتاع الاخ اللي بيسال على بيقول لك بعرف التارجت ازاي طالما في حد بيجاوب، التارجت ده بيبقى متحدد قبل كده، الدبس بتاعه واللونج واللات واللي هي بيسموها الازمس والانكلينيشن واللاندنج بوينت وحصقت عليه ايه بالظبط ونوع الطبقه ونوع الاستراكشر، فده متحدد قبل كده. وانا نازل بيبقى فيه شواهد. شواهد يعني المد لوجر بيبقى فوق اللي هو الراجل اللي بيتابع المد لوجينج من الطفله، من مواصفاتها، من السكرين، من الار او بي، من الار بي ام، من التورك، من الدريلينج بارامترز، وبيطلع كمان عينات على الشيل شيكر بيفحصها يقول لك والله ده انا لسه في الكاب روك انا داخل على البيزون. يبقى في ثلاث اربع حاجات مساعدين الراجل بتاع المود انجينير بيقول لي ده وزن الطفله اتغير معايا، ده انا داخل حته كريتيكال شيل او السولت اللي بيبقى فوق الكاب روك، بعدين انا دخلت ده الغازات زادت معايا. يعرف منين؟ يروح للمود انجينير، سوري للمود لوجر، يقول له ايه هي الغازات عندك كام، يقول له والله ده زادت مره واحده. الغازات دي هي الفولوتايل بتاع الزيت. بعد كده لو في اي عينات زيت طالعه على الشيل شيكر، ما هو بيعمل اناليسز المود انجينير، فبيعرف اذا كان في غاز ولا لا بيقلل وزن الطفله، في زيت ولا لا بيبقى كونتامينيتد بيزود الفيسكوستي وبيزود وزن الطفله. في اجهزه اسمها اجهزه الغازات، الار او بي او الدريلنج بارامترز بتتغير. انا كراجل بتاع ام دبليو دي وال دبليو دي عارف الازمس والانكلينيشن والتول فيس والدايركشن لازم فيه، وابقى عارف التارجت مع شويه الحاجات اللي فاتت دي، خلاص انا اتاكدت ان انا جوه التارجت او جوه البيزو. من دريلنج بارامترز، من مود انجينيرنج بارامترز، من مود لوجينج بارامترز، من الغازات، من الاكويبمنت اللي عندي، من الار او بي، من حاجات كتير جدا. الشيل شيكر نفسه بيطلع لك عينات ساند، وانت كمان اجهزه الغازات بتقول لك انا عندي غازات، يبقى الساند اللي فيه غازات. اربط الشغل ده ببعضه مع معايا انا كام دبليو دي انجينير، عارف الازمس والانكلينيشن، وهعمل التارجت عند دبس عند كام، خلاص يبقى التارجت في اكتر من حاجه تاكد لك ان ده البي زون بتاعك. تاني الباشمهندس اكيم كتب. ايوه دكتور، هو كتب how can we run cased hole logging in the directional well, is it the same as vertical well or there is a specific method for cased hole logging in DD. طيب هو بس عشان انا يعني ما اكذبش عليك، انا ما اشتغلتش cased hole logging في دايركشن، لان انا كنت حفار بس يعني كدايركشن دريلر. ولكن cased hole logging زي ما انت عارف انها بتبقى حاجه زي استخدام مثلا نيوكلر او التراسونيك، يعني انا كنت قريت جزء كده ان هي ذا سيم. اف يو توكن اباوت دي ام دبليو دي اوبن هول لوجينج، دي بتعمل لوجينج وايل دريلينج. اما كيسد هول لوجينج هي نفس البروسيدور ونفس الميثود بتاعه الابار الفيرتيكال، ولكن زي ما انا قلت كده هي بتحتاج الترناتيف تول عشان اقدر انزل بيها في الهايلي ديفييتد ويلز دي. هي بالطريقتين، يا اما نيوكلر ببعت موجات او الكتروماجنتيك ويفز او سونيك ويفز اكوستيك ويفز بحيث استقبلها بنفس الطريقه. انا اديت كورس فيرتيكال ويل كيس ذا هول لوجينج، ولكن يعني انا قريتها جزء كده، هي اتس ذا سيم كونسبت بس اتس نيد سيرتن بريكيشن فور وات، هي سيم ايديا. البريكيشنز دي عشان الهاي دوج ليج بس او الانجل العاليه دي، انها تنزل بالترناتيف تول زي ما انا قلت كده. وفي الغالب الكيس ذا هول لوجينج بتنزل بالكول تيوبينج او بالبي اس سي ال اللي هي البايب كونفي لوجينج تول اللي هي بتنزل مربوطه في الدريل سترينج عشان تقدر تعمل لي وهي طالعه تعمل لي الجوب بتاع الكيس ده كله. بس طيب في اي سؤال تاني يا جماعه عشان نخش على المالتي لاترال؟
متهيألي يا دكتور نوقف لحد كده أسئلة ونكمل عشان برضه ما عشان نتأخرش في الوقت برضه. هو فاضل لنا نص ساعة هنشرح فيها بس المالتي لاترال ويلز، وهنشوفها كده لأن ده جزء مهم جدا جدا، لأن معظم الآبار المالتي لاترال مصاحبة للهورزونتال ويل، وده هنثبته بالدليل القاطع دلوقتي. بص كده على المالتي لاترال فيديو اللي هو قدام عينك ده، وقول لي هتفهم منه إيه الفيديو ده. أنا عندي ده كده، عايزين نعمل شيرنج للسكرين أهو. هو عمل شير ولا لسه؟ هو الفيديو ده ممكن دلوقتي كده؟ ايوه دكتور نعم عمل شير؟ ايوه واضح يا دكتور. طيب تمام، يعني الفيديو كده شغال. Used its formation junction system to complete the world's first successful level 6 multilateral well in the South Belridge field near Bakersfield, California. The formation junction uses formed metal technology to create a junction that can be deployed. انت شفت يا جماعة رجل البنطلون؟ يعني انت متخيل ان البنطلون كده ما بتكويه يبقى طبقتين على بعض. كلمة المالتي لاترال يعني اكتر من فرع، باكتر من ليفل، ديفرنت ليفل ديفرنت ديبثز. يعني ايه ديفرنت ليفل؟ يعني ممكن تلاقي بترول على 500 او غازات على 500، وبعدين تلاقي 1500، وبعدين تلاقي 4800 مثلا على حسب الدبس اللي عندك، واكتر من تارجت. بيسموها مالتي لاترال ويل. مالتي يعني متعدد، لاترال متعدد الجوانب. في انواع كتيره منها، ولكن انا الطريقه بتاعت الحفر بتاعته والطريقه بتاعت الكومبليشن مختلفه. ده نوع من الكيسنج اللي بينزل اسمه سبليتد. سبليتد يعني زي رجل البنطلون بتبقى ربطه وعامل فيه رجل بحيث ينزل بالشكل اللي قدامه، بيسموه جانكشن، عشان يقدر ينزل في الويل بتاعنا كنوع من الكومبليشن بتاع المالتيلاترال. Standard casing, then reformed downhole to provide a hydraulically sealed full-size multilateral completion. This allows the system to be run through a standard 13 and 3/8-inch casing string or through 12 and a quarter-inch open. طيب هو مش ده الفيديو، الفيديو الثاني اللي هو ده المالتيلاترال ده اللي أنا كنت عايز أشرحه. واحدة بس. Weatherford's Starburst multilateral system provides a Tamil technological advancement for multilaterals level 4 multilateral solution for a high integrity and low risk junction. Application of multilateral technology means that field development costs can be reduced and marginal reserves can be more economically produced. The Starburst is available in 9 and 5/8, 7, 4.5 and 5.5 inch sizes and can be deployed from a semi-submersible, jack-up or platform drill center. In this instance, and using Weatherford tools, the initial well cleanup operations gauge the casing and clear any debris from the well bore. Lower completion components from previous operations remain in the well, while junk from the upper completion removal is cleaned and packer setting depths are scraped. هو ببساطة شديدة جدا لو أنا عندي بير تاني كنت حفره كمالتي لاترال، ودايما دايما لما بنحفر سلوتة أو نحفر فتحة لازم نقفلها يا إما ببريدج بلاج أو سيمنت بلاج لغاية ما ترجع لها تاني. اللي حصل في جلف أوف مكسيكو ديزياستر إنهم حفروا بير وقفلوا بسيمنت بلاج أو سوري بريدج بلاج وسابوه زي البريدج بلاج اللي قدامك دي، الباكر دي، عشان تعمل سيل من تحت. ما قدرتش تتحمل البريشر اللي عندهم
وحفروا في الساند 3 4 متر وحطوها، راح حصل فيها البلو اوت ده. طبعا الحاجات دي في منتهى الخطوره، لان هي دي الطريقه المتبعه، افضل انك تحط سيمنت بلاج انستيد اوف يوزنج بريدج بلاج، لان البريشر ات كان نوت ستاند بريشر يعني عالي، ما تقدرش تحمل بريشر عالي. وبالتالي هو بيتكلم على انه كان فاتح فتحه في البير وقفلها عشان تو بريشر انتجريتي، عشان يضمنها سلوت. السلوتات دي ممكن تبقى لغايه 6 ليفل، 6 سلوتات او 7 على حسب الليفل اللي عندك والديفرنت دايركشن. هو الغرض منها ايه؟ ان الغرض منها انتج اكتر في اقل وقت، سعر البترول العالمي زاد وبالتالي بحب احفر اكتر عشان مور سلوتس، يبقى مور اويل، يبقى مور برودكشن. وبالتالي هو بيشرح هنا يعني كان عنده طول ازاي هياخدها، ازاي يعمل لها ميلينج الاول وينظف البير ويطلع يسحب البكر دي ويبتدي يحفر البير تاني بتاعه ويكمل حفر مالتي لاتر. Adaptability of the Starburst Packer allows a variety of completion options, including overshot, seal assembly, or latch. Here we can see an overshot creating a flow conduit for production. The Starburst assembly is run in-hole and oriented using a measurement while drilling tool, MWT, for a high side exit. Using a control valve, the string is pressured up to set the starburst packer. The hydraulic pump runs through the running tool down the back of the whipstock. The packer has been tested to ISO V3 rating for production packers and can withstand a high differential and torque rating. دكتور أحمد، حضرتك صوت الفيديو فصل. دكتور أحمد حضرتك سامعني؟ اسف انا كنت بتكلمه المايك مقفول. يعني نفس الطريقه، انت لو بتحفر بير يبقى ده اوبن هول، مش هحفر في كيسنج. الاخ اللي هو من جنوب السودان بيتكلم على ايه هي الطرق اللي مستخدمه في الهايلي ديفييتد ويل. لو انت اوبن هول يبقى خلاص الام والال دبليو دي كام رن. بس في طرق ثانيه اللي هي كيسد هول لوجينج، ده لما بتبقى منزل كيسنج ومنزل سيمنت، فده بيسميها التراسونيك تولز او حتى ماجنتيك تولز او الكتروماجنتيك ويفز او حتى سونيك ويفز او حتى بيسميها الالكتروماجنتيك ويفز او التراسونيك ويفز. كل الطرق دي الترناتيف، بس بتنزل ازاي في الهايلي ديفييتد ويل؟ زي ما قلت كده، عن طريق كول تيوبينج
لان لها الاستيستي عاليه مربوطه فيها، او حتى بتبقى من جوه البايب كونفي لوجنج تول زي الطريقه اللي انت شايفها حالا دلوقتي. يعني اسمع الجزء ده تاني بيتكلم على الجزء اللي انت بتتكلم عنه ده لو في كيس ده هول لوجنج. Wireline or tubing-conveyed perforating guns are run inside the new liner where radioactive pip tags allow... سمع هو هو سؤالك ده. ...allow accurate depth correlation using a gamma ray tool. The guns are then oriented to low sight and fire. Once the pressure plate has been perforated... يا دكتور احمد حضرتك الشير سكرين فصل. In the United States are estimated to total more than 700 trillion cubic feet and as much as 7,500 trillion cubic feet worldwide. With both environmental sensitivities and North America's natural gas consumption on the rise, the question is how to recover this huge methane resource in the most efficient and cost-effective manner with a minimal environmental footprint. The patented underbalanced multilateral drilling process that eliminates the possibility of formation damage and creates greater reservoir exposure and aerial sweep within the formation. The process can be termed a mechanical fracturing technique. دكتور أحمد صوت الفيديو فصل. يا دكتور أحمد الأستاذ حضرتك لو وصلت الفيديو حضرتك تقدر تشغله؟ يعني أهم جزء في البرزنتيشن دي أو في السلايد دي أو في الفيديو ده هو إزاي يحفر بير مالتي لاترال. Just above the productive coal seams. Casing is set and seam in into place.
is then drill a pilot well through the productive coal seam, and the well bore is extended for 100 feet below the deepest coal seams to be accessed. This extra 100 feet serves as a sump area for collection and disposal of produced formation water. The drilling assembly is then extracted from the well bore, and we are ready to begin drilling the underbalanced multilateral wells in the coal seams. We lower the upstock into the well bore on the end of a 7-inch casing, which we call a carrier string. Unlike other retrievable whipstocks, which are lowered into the well and supported on the bottom by a packer, this proprietary upstock is run into the well on casing and hung in the well. Thus creating a dual injection annulus necessary for underbalanced drilling. هو ده بيسموه دول انيولس بنزلها زي كيسنج كده في كيسنج يعني ماسوره جوه ماسوره دي بي يعني ممكن يسركل من واحده ممكن ينتج من واحده مش انتاج يعني قد ما هو الكاتنج طالعه من ناحيه ممكن يعزل زون عن زون يعني واحد يفايد فايد على الزاد او البات اللي هو بيسموها الفلويد اللي راجع تاني يرجع في الانيولس ما بين التو سترينج فدي سبيشال كيس كده معموله للاندر بالانس مع المالتيلاترال بالانس. The upstock is placed adjacent to the first coal seam and oriented in the proper direction. دي الويب ستوك اللي انا كنت بتكلم عنها ماسوره مشطوفه كده بتنزل عليها دريل سترنج بس هي في حاجه اسمها الميول شو او جايرو سيرفي بتثبتها مش بتثبتها بتوجهها يعني ممكن هو عايز يوجهها الناحيه دي عشان يمشي في البير الناحيه دي او يوجهها الناحيه الثانيه عشان يمشي البير الناحيه الثانيه دي بيسموها الويب ستوك اللي هي الاين او تبقى فيكسد مع الكيسنج اللي نازله او مع اللاينر اللي نازله. At this point, we lower the multilateral drilling assembly into the 7-inch casing string down to the upstock. The drilling assembly is then oriented in the same direction as the upstock. يعني بياخد شكل نفس الاتجاه بتاع الويب ستوك، الويب ستوك بص ناحية اليمين فبتنزل عليها بتتزحلق وبتنزل بتحفر البير زي ما هو عايز في حسب اللاترال اللي انت عايزه، اللاترال يعني الرجل بتاعت البير الجديدة أو السلطة الجديدة اللي هي المالتي لاترال الجديدة. We now began the underbalanced drilling by pumping fluid down the drill assembly to the activated mud motor and guidance system. The dual annulus prevents the damaging drilling fluids from coming into contact with the formation. While the drilling fluid is being pumped down the drill pipe, air is pumped down the micro annulus, the drilling fluid and the air meet at the upstock and rise up the return annulus inside the carrier string as co-mingled air and drilling fluid. This process allows for formation drilled as low as 2 pounds per gallon circulating. ECDs can be adjusted as borehole stability models dictate. As much as 7,000 feet of multilateral well bore upon completion of drilling the first coal seam moves to the second coal seam location. The upstock does not need to be retrieved. We simply add joints of casing to the carrier string, lower to the next zone, and orient it. The process can be repeated for as many as 10 laterals without having to be retrieved. Upon completion of the last lateral, the upstock is then lowered to the bottom of the sump area. During the drilling process, during the completion phase, is to isolate the annulus between the 9 and 5/8 casing and the 7-inch carrier string. Once the upstock and carrier string are in place in the sump area and sealed in the wellhead, the annulus casing packer, now located just above the 9 and 5/8 shoe, is inflated and pressure tested for competent seal. A perforating gun is then lowered on a wire line into the carrier string to a point just below the 9 and 5/8 casing shoe. The gun is activated to perforate the 7-inch casing. The perforation gun is then retrieved from the carrier string. An electric submersible pump is now lowered into the carrier string on tubing. The ESP is spaced in the carrier string near the bottom of the sump and secured and sealed on the surface. The water is now pumped to surface inside the tubing. After the coal seam begins to dewater, methane gas دكتور أحمد بعد إذن حضرتك الفيديو واقف على دقيقة 6:12 سامعني؟
If the formation water is suitable for use, this process is complete. If the water has high salinity and needs to be re-injected, two options are available. A formation above the 9 5/8 casing shoe. Then the water is returned to surface, can be pumped back to the outer annulus between the 9 5/8 and 7 inch casings and forced into a suitable water injection zone through perforations at any point in the casing. If above cold seam injection is not feasible, then the ESP can force the water into the zone adjacent to the sump area. This injection system can handle both the produced water generated from its own production as well as produced water from other wells. As you can see, this patented process combines production, dewatering, and disposal operations in a single well. The result is a minimal environmental impact, significant cost reductions, and higher yields. This is yet another example of how we at Gardas Energy Services meet the challenge of producing energy resources quickly and cost effectively with an absolute environmental or social disturbance. الاخير اللي هو اللي احنا سمعناه ده مع الكومنت برودكشن اللي احنا شفناه برضو يمكن يعمل يقدر يعمل تو لاينر مع بعض او تو كيس او سوري تو سلوتس مع بعض. طيب احنا دلوقتي النهارده اتكلمنا على الهوريزونتال بلاننج، على الهوريزونتال ويل دريلنج والكومبليشن، اتكلمنا على المالتي لاترال ويل بطريقه مبسطه طبعا مع احترام للوقت والضغط العمليه، لان زي ما بقول لك كده الكورس ده كامل هوريزونتال والمالتي لاترال ويل. المفروض ان احنا بس لمده 5 دقائق كمان نعرف اخر تول في الدنيا اللي هي اسمها الروتر ستيربل سيستم انستيد اوف يوزنج ماد موتور ان ذا اول دايز او ايفن تيل ناو. الماد موتور ده عشان يديني ار بي ام من تحت ويزود السرعه شويه ويديني بنت هاوسنج. طب ما انا كده في جزء من كل المواسير ما بتتحركش، ممكن يحصل فيها كيفنج، ممكن الهول نفسها ما تبقاش يعني اوفر جيج، تبقى ان جيج يعني يا دوب على قد الماسوره الهول نفسها تحت البير لانك انت بتزحلق المواسير. هنا في طريقه ثانيه اسمها الروتر ستيربل سيستم. الروتر ستيربل سيستم هاليبرتن شلامبرجير بيكر ويذرفورد الاربع شركات الكبار على مستوى العالم كل واحده منهم عملت تول مختلفه عن الثانيه. بيكر عملت الاوتو تراك، شلامبرجير عملت الباور درايف والاكسيد، هاليبرتن عملت الجيو بايلوت، الباث ميكر اللي هي ويذرفورد. كل شركه اخترعت لها اسم وكل واحده عملت طريقه مختلفه عن الثانيه. كان في ولد معايا امريكي مصري اسمه حسام النجار، ده اخترع تول تجمع ما بين الثري كومبيتيتورز اللي هم الثلاث شركات الكبار. انا يعني عملنا دراسه كده نظري بس هو عملها عملي وعمل بسوفت وير قدر يحرك التول بطريقه معينه. هنشوف يعني الى حد ما لمده كل فيديو دقيقتين اتنين على الفرق ما بين الروتر ستيربل سيستم. يعني ايه روتر ستيربل سيستم؟ يعني روتر اول ذا تايم، يعني من الباور درايف اذا كنت بتستخدمه او توب درايف انا اسف او حتى عن طريق الروتري تيبل كل المواسير بتتحرك من تحت لغايه الدقات. ده بيدي لك امكانيه لايه؟ جود هول كليننج، الار او بي اعلى لان الار بي ام اعلى، الهول نفسها اوفر جيج يعني الهول كويسه وتلاقي الحجم بتاعها اكبر من يعني من الحجم المواسير اللي نازله، كل ما فيش مشاكل ما فيش لوس اوف سيركيليشن. هتلاقي حتى في ديفيتد ويل الروتري ستيربل سيستم مفضله جدا. يبقى في فرق بين الجيو ستيرنج اللي احنا شرحناها امبارح والريتري ستيربل سيستم اللي بنشرحها دلوقتي. امبارح كنا بنشرح لوجينج وايل دريلنج تول، ده الجيو ستيرنج، هي عينيك تحت بتقول لي الروك والفورميشن بروبرتيز. زي ما الاخت كده كانت بتسالني بتقول لي هو انت عايز جامه قليله ليه؟ ولا عايز جامه عايز جامه قليله عشان السند. طب انت عايز سند كتير ليه؟ او 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 ريزستيفت كتير ليه؟ عشان جوه السند يبقى في بيرما بالفورميشن وجواها زيت عشان ريزستيفت عاليه. انا الاثنين دول خلاص يبقى جايد لاين ليا، بالاضافه ان انا ممكن انزل باي تول ثانيه زي التريبل كومبو فيها دينستي فيها نيترون فيها سونيك وات ايفر اللي انت عايز تعمله. لكن هنا بنتكلم على حاجه مختلفه تماما، الروتري ستيربل سيستم من اسمها هي الترناتيف ديفليكشن تول عن الطريقه القديمه الويب ستوك اللي انت لسه شايفها، عن الطريقه القديمه اللي هي الجيتنج ان انا اقفل نوزل وافتح نوزل، عن الطريقه القديمه اللي ما زالت تستخدم حتى الان الماد موتور وبيساعدني فيها وضع الاستابلايزرات، وعن طريق احدث تول في الدنيا جيو بايلوت هاليبرتون بيكر هيوز انتك اوتو تراك اوتو باث ميكر باي ويذرفورد اند فاينلي اكسيد اند باور درايف باي شلامبرجير.
وشو بايلوت باي هاليبرتون. سو اول ذيس كومبيتيتورز عملنا دراسه كامله على كل تول بتعمل ازاي، والولد الامريكي ده خد براءه اختراع من امريكا نفسها من الاي بي اي ان هو ازاي يعمل تول جديده تجمع ما بين الثري تولز. طيب نسمع الفيديو ده اللي هو خاص بالروتر ستيربل سيستم، وبعدين نتكلم في 15 دقائق الاسئله اللي ممكن تساله. فاسمحوا لي بس اشرح او اتكلم على الروتر ستيربل سيستم لمده 3 دقائق او 5 دقائق كمان. خلاص سوري للاطاله، انا عارف ان انتوا زهقتوا مني وانا كمان تعبت والله. بسم الله. دي هالي بيرتن عمل التول يا جماعة اسمها الباور درايف. نتفرج على التول دي ونبص وإيه رأينا في التول الجديدة اللي هي الروتري ستيربل سيستم روتري اول ذا تايم، اللي لها مميزات كتير عن المد موتور. جيو بايلوت روتيربل سيستم. The Geo Pilot is the industry's most proven point to the bit rotary steerable system. يعني خلينا اشرح فكرة التول، لان التول بتختلف فكرتها عن شركة من شركة. زي ما انت شايف كده عامل زي الجويشة بتاعت الست او النيكلز اللي بتحطها في المعصم بتاعها. طيب التول دي هي ده البرين بتاع التول. التول دي من جوه فيها زي بيرنج او رومانبل. لو انا عايز اوجه التول يمين او شمال يبقى على حسب الضغطة بتاعت التول بروح ضغط عليه. طب مين اللي بيديرها الاوردر؟ الاوردر انت مديها لها من فوق بحاجة اسمها الكترومغنيتيك ويفز بتوصلها للبرين بتاع التول. البرين ده عبارة عن تو كامز، دي بيسموها كام، وفي كام تانية قدام شوية. في جزء منها اسمه نون روتيتنج بارت ما بيدورش، وده عيب خطير في التول بتاعت هاليبرتون. في جزء كده دايما يستقوا فيه اسمها نون روتيتنج بارت. فاللي بيحصل هنا ان الروتيتنج بارت ده او الجزء ده يروح ضاغط على التول شمال يروح واخد التول يمين، ضاغط على التول يمين يروح موجهها شمال، ضاغط عليها من فوق يروح موجهها تحت، ضاغط على التول من تحت يروح موجهها فوق، على حسب انت عايز تعمل بيلد ولا دروب ولا تيرن رايت ولا تيرن ليفت. نبص على الكلام ده. بص للحركة دي واهتم قوي بالموضوع ده، هو ده الفكرة التول. في نوعين الحقيقة، في نوع اسمه push the pit وفي نوع اسمه point the pit. Point the pit يعني هو اللي بيعمله دلوقتي point the pit، أما push the pit بالويت بالبريشر من فوق. فالبوش ثابت سهلة، إنما البوينت ثابت دي الصعبة اللي بتعملها التول بالشكل اللي انت شايفه ده. بتقول without any interrupting for drilling processes، لأن في شركات بيستنى شوية لغاية ما التول تستجيب وبعدين ينزل. أنا كنت شغال على تول ديب بيكر اسمها الأوتو تراك، وممكن اول او تاني واحد اشتغلنا عليها انا وزميلي كان اسمه عماد عمره في بيكر وكنا في السعوديه، وطالعين نجربها لاول مره. طبعا هم جربوها في امريكا. مش عايز اقول لك ان التول كلها كل شويه فيلير، ما احناش فاهمين حاجه، والتول مش واخدين عليها السكوله، والتول طالعين يعني احسن اثنين في بيكر ومش عارف ايه، واحد من الكويت واحد عاملين منتخب ابو تريكا وبركات رايحين مثلا يغيروا التول واحنا مش عارفين حاجه. قعدنا نجرب في التول عشان هي اول مره نشتغل عليها، فكان فيها فيلير كتير. كنا نبعت السيجنال يعني ايه، او الداون لينك يعني ايه، انت بتكلم التول بتبعت لها سيجنال بتقول لها يا ستي كل روح يمين او روح شمال او اطلعي فوق انزلي تحت. كويس، التول بقى بناء على الكامز او الريبسس دي اللي عندك دي بتستجيب بتروح يمين وتروح شمال. طب هي تستجيب، هعرف منين الناس استجابت؟ بتطلع لي التول فوق تاني في حاجه اسمها الاب لينكينج. لازم هي تبعت لي تقول لي انا فين، انا في اليمين دلوقتي، انا في الشمال دلوقتي، انا بعمل بيلد، انا بعمل دروب. يبقى في حاجه اسمها داون لينكينج واب لينكينج.
كنا لما نبعت السيجنال للتول تاخد لها 3 دقائق، وهي لما تفكر وتستجيب وتبعت لك السيجنال تاني في اب لينكينج تاخد 5 دقائق، ما بين الداون لينك يعني 10 دقائق عشان اوجه التول. تخيل دلوقتي كليك كده التول بتستجيب لك في نو تايم. فطبعا كان عيب خطير جدا ان التول بتستجيب حاجه اسمها الباود ريت او سرعه نقل المعلومات زي الكيبورد كده، اما يبقى سوفت وير او كمبيوتر كويس كور اي 7 ولا كور اي وات ايفر جديد تلاقي الدنيا ماشيه كويس وبسرعه بيستجيب، اما لو هو كمبيوتر قديم اولد فيرجن وبتاع فهتلاقيه على ما بتدوس كليك تستنى شويه على ما بيستجيب. هو نفس فكره التول، التول الحديثه بتستجيب في نو تايم، ودي كان عيب خطير جدا في التول بتاعت بيكر اللي هو الاوتو تراك، ولكن دلوقتي الدنيا بدات تتقدم وما بقاش في وقت فاقدينه في الداون لينك والابلينك. The shaft is flexed using a eccentric ring controlled by a gear and clutch system. This design is capable of over 12,000 possible sounds, generating up to 6 degrees per 30 meter Doppler, and makes the GeoPilot virtually immune to formation tendencies. The system is designed to exploit the proven benefits of extended gauge pits, low wellbore friction, improved hole cleaning, low vibration, and longer bit life. This makes the GeoPilot ideal for drilling extended reach wells and ultra-long horizontal sections through the reservoir for maximizing production. The GeoPilot is also excellent for open hole sidetracks from existing wells. It is well suited to drilling everything from simple wells to the most complex 3D well designs, such as connecting multiple marginal targets for higher recovery. Successful in a wide range of applications from ultra deep water to advanced geosteering to vertical performance drilling, the GeoPilot consistently rises to the challenge and reduces drilling time and cost. For maximum drilling efficiency and precise wellbore placement, look to the GeoPilot rotary steerable system. الجزء بتاع ليبرتون. وات اباوت بيكر هيوز انتك اللي هي الجزء بتاعنا اللي احنا المفروض نتكلم عنه اللي هو الاوتو تراك. الاوتو تراك بتاعت بيكر مختلفه شويه عن الجزء بتاع اعتقد ده كويس الفيديو ده ووتر سيرفر سيستم فور بيكر هيوز انتك. شوف بس الفيديو كده اتاكد ان هو ده. في فيديوهات كتير الحقيقه. لحد المدى كويس. طيب طبعا يعني انا فخور الحمد لله ان انا اشتغلت على الاوتو تراك دي في بيكر في 99 و2000 كويس. كنا في السعوديه في منطقه اسمها الخبر على حدود في جوه بعد الدمام بشويه، بناخد كام ساعه كده في الربع الخالي، وبعتوا لنا التول واشتغلنا عليه وزي ما قلت لكم المشاكل كانت فيها. ولكن تقدم التكنولوجي اصبحت الاوتو تراك في بيكر طفره، وهي بتعتمد على فلو ريت. يعني انا قاعد على سوفت وير والسوفت وير ده متوصل بحاجه في الباك روم في اوضه في الجنب كده. الباك روم دي في حاجه اسمها باي باس اكشويتر بديفرنت فلو ريت. يعني انا ممكن اتك على الماوس كده اتك على 200 جالون بير مينيت يروح فاتح لي فالف. الفالف ده بيفتح لي خط هواء والخط الهواء بيضغط على التول تحت بالمض يروح فاتح لي فالف جوه التول يطلع لي حاجه اسمها ريب زي صدر كده. انا اسف كده في ريبس اللي هو ايه القفص الصدري اللي قدام عينك ده، ممكن ريب يطلع منه كده يروح خابط يمين يروح مودي التول شمال يروح خابط شمال مودي التول الناحيه الثانيه. هل بقى لامبرجر وبيكر شغالين بنفس الكونسبت مع اختلاف شويه تقنيه، هي بيسموها عن طريق الريبسز عن طريق الفلوريد. نبص على الفيديو الهايل ده خاص بالاوتو تراك از روتر ستيربل سيستم بيكر هيوز انتك اللي انا بفخر ان انا كنت شغال فيه. بص الكلام الجميل سموث انجيج هول بريسايزلي ريبليس او بليس ذا بور هول فاست. عندك ار بي ام عالي ريليبل بيرفورمانس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الهول سموث لانك عامل الروتري اول ذا تايم فبتخلي الهول من جوه كويسه وانجيج يعني مظبوطه الدايمتر من جوه.
precisely place the borehole, يعني ماشي بالظبط زي ما هتشوف دلوقتي جوه البيزول. فاست لانك بتشتغل بار بي ام يبقى الار بي عالي. ريليبل بيرفورمانس يعني بيرفورمانس عالي. وده الريتر ستيبل سيستم. بص كده الفرق، الفرق بين اللي على اليمين وعلى الشمال ده فيكس التلتد بي اتش ايه، وده اللي هو الجزء اللي فيه الموتور والمتني، وده جزء بتاع اللي هو بتاع البادز سايكل. البادز او الريبسز دي اللي بتطلع بتخبط في جدار البير زي ما انا قلت لك. ده من ناحيه المقارنه، من ناحيه الدوج ليج، من ناحيه الهول بيرفورمانس، الهول سايز، كل حاجه. الستيرنج البسيدو ستيرنج، بص كده بور هول كواليتي، يعني البور هول هتلاقي فيها زجزاج وترتوستي عاليه زي ما انت شايف كده. الناحيه الثانيه لا، بص البور هول عامل ازاي، كمان بيخطئ كتير جدا، بيطلع وينزل من التارجت. هنا لا، ما بتخطاش التارجت خالص، واخد بالك؟ هو ده المميزات دي عندي. ادي الريب اللي انا بقولك عليها، شفت؟ لاحظت كده حاجه بتطلع من بره تخبط في جدار البير، وما فيش حاجه بتقف خالص قدام ان انت تقف شويه وتوجه التول وتول فيس وكلام فاضي زي القديم، زي لا روتري اول ذا تايم. دي اخر تكنولوجيا يا باشمهندس محمود، عدي برضو الجزء بتاع الميكا الكترونكس، مهم جدا في الجزء ده لان كلها الكترونيك بارتس، المفروض ان احنا نبقى تيك كير بيها ونبقى عارفين بتاع اتصال البروجرامنج ازاي، وازاي الفلو ريت، وازاي بعمل لها صيانه. ده جزء مهم جدا في الروتر ستيبل سيستم. زي ما انت شايف كده بتجمع من الميكانيكال بارتس وميكانيكال موفمنت اللي بتيجي نتيجه الفلوريت وبين الكترونيك بارتس، لان التول دي جواها برين، جواها مخ بيستجيب لك فيما يسمى الداون لينكينج. يبقى هي مجموعه كده متكامله ما بين الميكانيكال انجينيرنج، الالكترونيك انجينير، ما بين الراجل بتاع الدايركشن اللي بيقود العمليه دي كلها. يعني هو انت فاهم من الكلام؟ ما انت لازم تكون فاهم في الشغل ده عشان تقدر تو جايد ذا جوب. يو ماست اندرستاند سمثينج اباوت الكترونكس، اند يو ماست تيك كير وذ يور تول، از يور تول از فيري جود، از يو ار doing optimum job for your performance job or direction job. معانا كمان الجيو ستيرنج روتر ستيرنج بيحسب ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بيحسب الووتر ساتوريشن والهيدروكربون ساتوريشن والاول امبليس. يا نهار ده، لا لا لا، ده احنا بنتكلم على طول. انا كنت بجهز الفيديو اللي ده، بس الحمد لله انا لقيته. ده بيتكلم على ريال تايم ريزرفوار كاركترايزيشن بما فيهم الووتر ساتوريشن، لو طرحت منها واحد اللي هي سيمندو ايكويشن او ارش ايكويشن از ايكوال ايه، سيمنتيشن فاكتور مضروبه في الروتر ريزيستيفيتي اوفر ذا فاي اللي هي البروستي مضروبه باي سيمنتيشن فاكتور في الار تي اللي هي ترو ريزيستيفيتي، الاورين بليس اس ايكوال 7758 اللي هو عباره عن الكونستانت في الاي اتش مضروبه في البروستي مضروبه في واحد ناقص الووتر ساتوريشن مضروبه في البيتا. الكلام ده كله جميل قوي، ازاي اعمله وانا بحفر؟ لا لا، ده بيحصل فعلا وانا بحفر، يديني فكره عن النقطه اللي انا واقف فيها دي. يبقى كل حاجه فيها البريشر قد ايه، البروست قد ايه، البرميابيليتي قد ايه، الساتوريشن قد ايه، الاويل امبليس قد ايه. لا ده طفره بقى، ده كلام كبير انت بتقوله اهوت، ان انا بقول ريزرفوار كاركترايزيشن وايل دريلينج بما فيهم الاستراكشر عن طريق مش ويفز بقى او فايبريشن ويفز زي السايزميك القديمه، لا ده استراكشر ديورنج اكوستيك ويفز ماشيه تقول الاستراكشر انت ماشي صح ولا غلط، وهل انت واقف صح ولا غلط، وكل عينيك تحت الجيو ستيرنج مع الروتر ستيربل سيستم. صدقوني فيها ناس كتيره بتلخبط بين جيو ستيرنج وروتر ستيربل سيستم. الجيو ستيرنج اتس لوجينج وايل دريلينج تول كان ميجر ازيموث انكلينيشن از ام دبليو دي بلس ريزرفوار كاركترايزيشن وايل درينج از لوك اند فلو. نقطه
اما الروتري ستيرابل سيستم فروم اتس نيم اتس ا ديفليكشن تول ات كان ليد يو وذ روتري اول ذا تايم فروم ذا ريك فلور تيل ذا بيت وذ ار بي ام هاي ار بي ام مينز هاي ار بي هاي سموثينج ذا ويل سموثينج ذا بور هول هول كليننج اتس فيري جود الهول از سموث ايفرثينج از اول رايت سو يوزينج يور ستيرابل سيستم as your eye down and also deflection tool as RSS, you can deflect the dural as you wish and get optimum production while drilling as a real time. دي عبارة عن sand lens زي ما انت شايف مش هيخطأ هينزل جواها بصوا بقى الطريقه القديمه ساعات تنزل ساعات تطلع تطلع تاني ما بتلاقيش الزيت تطلع تخطئ التارجت اكتر من مره اللي هي بيسموها البسيديو ستيرنج ولكن هي كونتينوس بوتنشال ستيرنج كان الاين يو از يو ويش يعني ذا فاليو از كلير يعني مش محتاج يعني جميل قوي الكلام ده يبقى احنا هنا يا جماعه بنتكلم على السوبيريور تول اللي هي الروتر ستيرابل سيستم وهنوقف هنا على الروتر ستيرابل سيستم از ا نيو تكنولوجي وكده انا هوقف لان انا تعبت فعلا وفي نفس الوقت محتاج ان انا اسمع رايكم احنا اتكلمنا لمده 3 ايام وكانت شيء انا بالنسبه لي حاجه كويسه جدا ان انا استمتع بناس من مختلف العالم ومبسوط جدا بيكم واهلا بيكم طبعا واهلا بيكم في اي وقت الايميل بتاعي والكونتاكت بتاعتي عن طريق الباشمهندس محمد زكريا او عن طريق الباشمهندسه اللي منظمه اللي هي هديل وفي نفس الوقت احنا اتكلمنا على اليوم الاولاني على الملخص كده نفكركم بيه عن الجزء الخاص بيه الدايركشن دريلينج وهاو تو دريل دايركشنال ويل والدايركشنال بي اتش اي ده كان اليوم الاولاني واسبابه والمد موتور والقصه دي كلها اليوم الثاني اتكلمنا على الام دبليو دي از ميجرنج وايل دريلنج واللوجينج وايل دريلنج والجيو ستيرنج از ا نيو تكنولوجي فور ال دبليو دي اليوم الثالث اللي هو النهارده اتكلمنا على الهوريزونتال والمالتي لاترال بالفيديو وقلنا الكورس كبير جدا بس انا بحاول ادغمه والخصه واز ا نيو تكنولوجي الروتر ستيرابل سيستم وبعض المشاكل اللي ممكن تتعرض لنا اثناء عمليه الدايركشن دريلنج ان انا ما بقدرش انزل الواير لاين كواير لاين عشان اشوف الواير لاين بشوف فيه الريزرفوار بالافتر 20 30 درجه ما بينزلش عشان كده في طرق بديله اللي هي اللوجينج الوايل دريلينج او الام دبليو دي والجزء الخاص بيه البايب لوجينج وباي لوجينج تول او حتى ادخلها مع اربطها بره مع الكول تيوبينج ده جزء الترناتيف طبعا الهول كليننج بشتغل عليها بحاجتين هاي فلو ريت والفيسكوستي بتاعتي وبغير الفلو بتاعي من لامينر للتربلنت اللامينر دي الطريقه الحديثه ان انا اقدر بيها اتغلب على الهول كليننج في الهايلي ديفيتد ولا ان كل الكاتنج بتنزل تحت وتقع على البوتوم مش هتطلع فوق خالص فانا بروح مدور المصير بسرعه اطلع المصير وانزلها بيسموها جود دريلنج براكتس فور هول كليننج لان موضوع كبير جدا صدقوني كورس كامل كامل من يوم الاثنين اللي جاي اسمه هول بروبلم ريليتد تو هايلي ديفيتد ويل اند هوريزونتال ويل اسمه كده اسمه هول بروبلم ان هايلي ديفيتد اند هوريزونتال ويل من ضمنها اللوجينج تول من ضمنها حاجه اللي انا قلت عليها الهول كليننج من ضمنها الايه الكي سيت الكي سيت يعني قاعده المفتاح انت لو بصيت على قاعده المفتاح بتاع الباب اللي انت في الاوضه بتاعتك دلوقتي بتلاقي فيه تو سلوتس كده سلوته كبيره وسلوته صغيره اللي بتحط فيها المفتاح ساعات واحنا نازلين نحفر تبص تلاقي الدايركشنال تول خدت للسوفت بليس يعني خدت للسوفت فورميشن اتجاهه تيجي انت تطلع بالدريل سترينج وتنزل تاني بتاخد مكان تاني خالص فبتعمل انا اسف رجل بنطلون في البير رجل بنطلون في البير ايه يعني بتعمل تو سلوتس ما انتش عارف تروح في انهي سلوته منهم ده اسمها الكي سيت او قاعده المفتاح نتيجه ان بيحصل فيه ديجريديشن نتيجه سوفت فورميشن مع هاي ويت مع باكلينج الكلام ده كله فالهول بروبلمز انا قلت اهمهم الواير لاين مع الحاجات الروتينيه بقى اللي هي الستاك بايب والكونفشنال مع الدوج ليج العاليه مع الهول كليننج بشتغل عليها بجود دريلنج براكتسز بستيف اسمبلي زي ما الباشمهندس كان بيسالني بيقول لي هول كليننج عند كيكو بوينت وفي الدوج ليج الكبيره ديت بتتجمع الكاتنج فانا بشتغل عليها بثلاث حاجات بالفلو ريت العالي بالار بي ام العالي وبان انا احرك المواسير فوق وتحت وبالفيسكوستي المناسبه للفورميشن وبغير شكل الفلو من لامينر لتربلنت للامينر يعني ايه بفلو ريت معين وفيسكوستي معينه بتلاقي الكاتنج تتجمع او سوري الفلوريد بتاع المط يا اما بيمشي ستريم او بيمشي زجزاج لاين او حتى بيمشي تربلنت بشكل دوراني
ده مقصود وبنعمله في الابار الديفيتد. وانسب حاجه للابار الديفيتد ان انا امشي لامينر الاول بفلو ريت وفيسكوستي معينه وبعدين امشي تربلنت يعني سيركلر شيب وبعدين امشي لامينر تاني. طبعا انا هوقف هنا وبقول لكم شكرا جزيلا على سعه صدركم. احنا قعدنا النهارده 3 ساعات تقريبا، احنا كنا على 12 ونص وبادين 9 ونص شارب، ومحتاج ان انا اسمع منكم ارائكم، محتاج ان نسمع منه اسئله مع ريكومنديشن وهي ان احنا نبقى لايف. انا عملت اكتر من ستودنت شابتر للاس بي اي في مصر في الجيزه، فندق في الجيزه مش فاكر اسمه ايه، كنت انا الاكزامينر او كده بشوف الناس بيقولوا ايه اخر حاجه في العالم، وكنت بتكلم في واحد تاني في جابكو عن الفورميشن ده. مش اول مره نعمل الاس بي شابتر، وانا سعيد بيكم جدا، سعيد بكل الديفرنت كانتريز. اهلا بيكم من الجزائر، من سوريا، من السودان، من 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 العراق، من مصر، بكل بليبيا، بكل العالم العربي. انا عشان افيدكم والله مستعد ان انا اكتر من مره واكتر من 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 لقاء ان انا اخدمكم بعناية سواء ناحيه علميه كماستر وبي اتش دي، او حتى كناحيه تقنيه من ناحيه الحفر بالذات ومن ناحيه الدريلنج فلويد كمان اللي انا باوصي بيه، سواء دريلنج فلويد، سواء مانج بريشر دريلنج از ا نيو تكنيك، اندر بالانس دريلنج والكنترول. يعني احنا قدمنا الحاجات دي دريلنج فلويد ويوزنج نانو تكنولوجي. فاحنا بنتمنى ان في سيشنز ثانيه، ونتمنى ده يبقى ده رايكم. وشكرا جزيلا لحضراتكم، كل سنه وانتم طيبين. انا محتاج اسمع الاسئله. السلام عليكم. لو سمحت يا دكتور. اتفضل يا محمد. انا كنت بقول عند استخدام الروتري ستيرابل سيستم، هو الدريل سترينج بيبقى فيه روتيشن من السطح لحد الدريل بيت. برافو مظبوط يا ابو حميد. ماشي. طب هل الروتيشن دي مش بيبقى مشكله عند الكيك اوف كيك اوف بوينت؟ خالص، ده ميزه. ليه بقى؟ لان الكيك اوف بوينت هي نقطه انطلاق ما بين الفيرتيكال وبين الدايركشنال ويند، فالنقطة دي دايما بنلاقي فيها مشاكل. بعد ما بتعملها انت بتسحب المواسير وبتنزل بروتر سوري بدايركشنال اسمبلي موتور عشان الحتة المتنية دي، وتقعد تطلع وتنزل ممكن اكتر من ترباية. الروتر ستيربل سيستم بتحفر البير كله في ترباء وتربتين على حسب الدقائق يتعمل قد ايه. فزي ما انت شايف قدام وشك كده الدقائق ده بي دي سي بت وترايكون بت اللي هو بيسموه امبرجنيتد بت، الاثنين مع بعض لو تكون حصل فيها اي مشكله وبيحفر بالبادي بتاعه وده يبقى بي دي سي بيت. فهو الاثنين بيسموه امبرجنيتد بيت، يعني الاثنين مع بعض شايفه قدام عينك، فهو بيحفر بيه ليه؟ عشان ده لو ده فهو لونج تايم. اما حته الكيكو بوينت اللي انت بتحفر عليه ده بالعكس، ده نازل طالع عمال يعمل ار بي ام، بيعمل ريمنج للجزء اللي فيه كيكو بوينت، فما فيش مشكله عندك. تقصد مش الكيكو بوينت بس، تقصد اللي بيسموها الدوج ليج اللي هي رجل الكلب، الابرابت تشينج في الانجل وانت بتحفر، اساسا الكيكو بوينت نقطه فوق، اما ما انت عمال تحفر في اكتر من نقطه اسمها دوج ليج. الدوج ليج هي رجل الكلب اللي بيعملها البير نتيجه الابرابت تشينج في الانجل والازمس والانكلينج. نقطه غيره بسرعه يا جماعه عشان الوقت. سؤال ثاني. شكرا يا باشمهندس محمد عبد اللطيف، يعني اتفضل. دكتور احمد، في واحد بيقول ايه الكورسات اللازمه ليا كمهندس ميكانيكا والافضل في مجال الحفر، مهندس الانتاج ولا الباور؟ هو مهندس ميكانيكا هو الباشمهندس بيسال. بالظبط. طيب هو بص يا باشمهندس، من خبرتي في البترول مفتوح شويه بالنسبه للخواجات بالذات، يعني ممكن مهندس ميكانيكا يشتغل دايركشن انجينير بكره، يشتغل واير لاين انجينير، باور انجينير يشتغل اللي هو زي مهندس كهرباء يقدر يشتغل في الواير لاين، لانه هو يعني علاقه بالوايرلاين اكتر. بس هو انا بفضل ايه؟ والله مش تحيز للحاجه، بفضل انه يبقى بتروليوم انجينير او جيولوجيست ويفهم في تخصص الثاني، جيولوجي يفهم في الحفر او حفار يفهم في الجيولوجي، ده يبقى بيرفكت. مهندس الميكانيكا له شغل ثاني على الرج خالص غير الاجزاء دي خالص، لان هنا الميكانيكال بارت قليله شويه. هو ممكن يبقى ميكا الكترونيك انجينير يقدر في الاجزاء اللي قدامك دي، سواء في الام والال والجيو ستيرنج والجزء اللي قدامك ده الروتر ستيربل سيستم، يعمل صيانه للاجهزه دي. يعني يروح الورك شوب في جهاز منه فكس عطل جامع، بيقول له يقعد يدور على الكترونيك بارت عشان يشغلها تاني، يعمل لها كاليبريشن، يعمل لها ريبروجرامينج، يبعت التول متبرمجه ويفحص كل حاجه بما فيهم المضمض. اما حته الميكانيكال انجينير في الحته دي بعيده عنه شويه. الميكانيكال انجينير بيشتغل على الريك سايت از ميكانيكال انجينير، كل الميكانيكال بارتس اللي على البريمه بما فيهم الباور سيستم والهويستنج سيستم والروتر اللي هي اللي فوق الار بي ام
والتورك وكل اجزاء البريمه دي ميكانيكال بارت، هو اللي بيجمعها وهو اللي بيفحصها، واللودز والتنشن اللي عليها والاحمال ده ميكانيكال انجينير. ولازم طالما عايز يشتغل في البترول يبقى لازم يفهم كل الريج والريج كومبوننت والميكانيكال بارتس، ويبقى حاجه اسمها اسيستنت ميكانيك، وبعد كده يبقى ميكانيك. انا معايا ناس بالصوره دي وبدربهم علشان يبقوا في يوم من الايام شيف ميكانيك، سواء في شركه كده او في شركات تانية خاصه بالسيرفيس كومباني اللي هي ممكن تشتغل في الميكانيكال انجينير. الالكتريكال انجينير له جوب هايل اللي هي الباور سيستم والجنريتورز والبمبات، ده شغله الميكانيكال انجينير. فهو تخصصات مختلفه، وكان اهمهم البتروليوم انجينير، الجيولوجي، الكيمستري، الالكتريكال انجينير او الميكانيكال والالكتريكال انجينير. مش بالترتيب، اقصد دول هم اللي ممكن يشتغلوا في الاويل كومبانيز از يعني ميكانيكال انجينير او الكتريكال او دريلينج انجينير او جيولوجيست او كيمست غيره. بسرعه يا باشمهندس، ايه انت الشات كده يا باشمهندس؟ قول لي احمد محمد ريز دير هاند. يس محمد، يس احمد، قول له يا باشمهندس اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا احمد طالب في هندسه بترول السويس. اهلا بيك، اتمنى نشوف حضرتك بشكل اكتر يعني في الجامعه. كده شفتني؟ ايوه. لا في الجامعه عندنا. ايوه انا عارف، انا فاهم، بهزر معاك. اتفضل. يعني احنا بنستفيد جدا من شرح حضرتك. انا كان اول تعامل مع حضرتك كان في حضرتك كنت اديت كورس كان عندنا في اخر نهايه الترم الثاني. مظبوط الكلام ده، ما لحقتش انا كتير وشرحت محاضرتين وكده، وحاجه اونلاين كان في واحده كانت اونلاين. ايوه مظبوط يا فندم، مظبوط. ده تاني تعامل ليا مع حضرتك، فاتمنى نشوف حضرتك بشكل اكتر وكده يعني. شرف ليا يا باشمهندس. اطلب من الدكتور عادل سالم اللي هو رئيس القسم، والدكتور عبير اللي هي العميده. انا كان منزلين لي انا اعلان مخصوص، بس في ناس هناك طبعا يعني مش عايز اقول غيره او بتاع، خافوا مني. والله بكلمك بامانه، دي مشكلتي في كل جامعه بروحها تبقى في شويه جيلس كده ما بيني وما بين الناس. والله العظيم ما بعمل غير اللي عليا، لا انا عايز شو ولا عايز اي حاجه غير ان انا افيد اولادي اللي زيكم. فبفاجئ يعني، انا يعني كل ما اروح حته زي جامعه امريكا ولا جامعه البريطانيه الاقي في دكتور كده بنفسه يطلع لي من تحت الارض، ما اعرفش عايز ايه. بكلمك بامانه والله، لان انا راجل صناعه في المقام الاول وفخور ان انا راجل صناعه، بمعنى ان الصناعه هي اللي اهلتني ان انا اقعد قدامك دلوقتي اكلمك. لو واحد تاني يا جماعه راجل متعلم في الجامعه، مع احترامي الكامل، ما انا متعلم في الجامعه مش متعلم في الشارع يعني، بتاعك بالذات في الدريلينج بيبقى نوت كواليفايد تو دو ذا جوب. الدريلينج يا جماعه سنس، انتوا حسيتوا بالتكنيكاليتي، حسيتوا بالراجل ده فات عليه في الكويت وفي عمان، بتحس وانت طالب ما بتبقاش مقتنع ابدا. انا فوت على دكاتره كتير، فطبعا دول بيسيب اثر سلبي عندهم. اتمنى ان انا اشوفكم. نزلوا لي اعلان مره مخصوص، بس في ناس قال لك لا ده مش عارف ايه يعني. الحمد لله. اتفضلوا يا باشمهندس غيره. شرف ليا يا باشمهندس احمد طبعا ان انا ابقى معاك في اي حته. غيره يا جماعه. ايه اوكي يا دكتور احمد، احنا متهيألي كده تمام. شكرا، شكرا جدا لحضرتك على الايفنت الغني بالمعلومات ده، تعبنا حضرتك معانا. وشكرا لحضرتك ان حضرتك خصصت جزء من وقت حضرتك لينا، تعبنا حضرتك معانا. وعلى امل ان احنا نشوف حضرتك في ايفنت تاني معانا يا رب، لو وقت حضرتك يسمح يعني. طبعا يسمح، طالما في خير وفي علم ينتفع بيه انا تحت اندر يور كوماند زي ما بيقولوا يعني. يعني انا سعيد، واتمنى ان احنا ما كناش ان احنا يعني باللغه العربيه بتاعتنا الفصحى لغه القران المحترمه نكون غطينا على ناس تانيين. والله العظيم all my courses in English في كل العالم، ماليزيا، تركيا، مش عارف ايه، اليابان حتى، ومصر وليبيا وحتت كتير جدا، والسعوديه والجزائر كمان والسودان وشمال وجنوب. ولكن في ناس يا جماعه مع احترامي للغه العربيه برضو يعني مست Arabic language، فلازم يبقى برضه ميكس ما بين الاثنين. للاسف الشديد اليوم الاولاني كان انجلش، الناس تقول لك لا 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 ده احنا عايزين عربي. اليوم الثاني كان ميكس ما بين العربي، وتعبت جدا ان انا اقعد اترجم عربي وبعدين اترجم انجليزي، فشرحنا بالعربي. فتمنى ان ما يكونش حد زعلان مننا ويكتب كومنت الكورس كان بالعربي وده خلاني ما افهمش، فده انا ازعل قوي. فيا ريت ما يكونش حد بس ايه يعني زعلان مننا. لا 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 تمام حضرتك، يعني الدنيا زي الفل. وحضرتك يعني ما شاء الله بالنسبه للفيدباك برضو والحاجات الموجوده ما فيش حد يعني اعترض خالص، بالعكس الناس كانت مبسوطه جدا، واكتر الناس طالبه مننا ان احنا نعمل ايفنت مع حضرتك تاني كتير يعني. هذا شرف ليا طبعا، الناس تطلبني والله العظيم بجد. انتوا زي اولادي وزي اخواتي الصغيرين،
فانا شرف ليا ان انا اديكم، لانكم خيركم من تعلم العلم وعلم. انا ما بقولش ان انا خيركم ولا حاجه والله، بس احنا بنتواضع بعلمنا لله تعالى، وهو مقامك حيث اقامك زي ما ربنا ادالك. عايز مين يشوفك بقى هتستخدم ده ايه؟ لانه بيسالك يوم القيامه عن علمه، يعني اتعلمته منين وهتقوله فين؟ عن ماله طبعا، ما لناش في المال، احنا ما عندناش فلوس، بس العلم علم ينتفع به. نسال الله تعالى ان يكون علم حتى لا يقال ان هو عالم، لا لا دي كارثه. بس شكرا جدا لحضرتك يا دكتور احمد، ويعني جزاك الله كل خيرا، وشكرا جدا لحضرتك. بالمناسبه يا جماعه الباشمهندس محمد زكريا انا بشكره جدا، بشكر كل القائمين بمفهوم الباشمهندس هديل، كل الناس اللي عملوا الايفنت ده انا بشكره، وبشكر حضراتكم للمره الثانيه والثالثه على اهتمامكم وعلى اسئلتكم. نتمنى ان احنا نتقابل في وقت تاني. الباشمهندس محمد من هنا من دشنه، وانا والدتي من هنا من دشنه، يعني خط من خطوط الصعيد. والدتي كده يعني حاجه صعيديه كده، حاجه يعني يعني حاجه والله بكلمك بجد، يعني من الصعيد من جنة من دشنه. رحت هناك رساله دكتوراه في جامعه سوهاج، فكان في ناس من جنة جايين يعني مع الطالب، طلعوا بره يضربوا نور. انا قلت يا نهار ازرق، ده ايه ده؟ ده ايه اللي حصل؟ ضرب نار في قلب الجامعه، حرب الجامعه. طبعا الدنيا انقلبت، فناس يعني اطيب ناس في العالم كله ممكن تقابلوهم اخواننا اللي من هنا. فانا فخور ان انا والدتي من هنا من دشنه، دي حقيقه ابو حميد، يعني دي حقيقه. تمام تمام طبعا شكرا يا دكتور، شكرا جدا، شكرا جدا لحضرتك. العفو يا فندم، شكرا جزيلا، وكل سنه وانتم طيبين. والكونتكست بتاعتي يا ريت تبقى معاهم، وهنهندل انا وحضرتك ازاي الناس المحترمه دي، نبعت لهم الماتيريال للكورس مع الفيديوهات مع كتب قيمه يقدروا يدعوا لي بيها طول عمره. بس هو انا طالب حاجه واحده بس، الدعاء بس. تمام تمام لا شكرا جدا لك، ربنا يكرمك يا رب ويجزيك عنا كل شكرا شيء. للاخ العراقي اللي كان متابع معايا، شكرا للاخوه المصريين، للليبيين، للجزائريين، للتونسيين، لاي حد كان معانا، باكستاني، جنوب السودان، من جوبا. طبعا انا فخور ان انا ان انت تبقى معانا اكيد، وكل الناس المحترمه اللي انا ممكن ما اعرفش مين الجنسيات المختلفه، لكل جنسيات العالم اهلا بكم، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام.